بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. حلقة نهاية الأسبوع زي ما حضراتكم عارفين بتكون دائما زيها زي بقية الحلقات، بنحاول نجيب لحضراتكم كل الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي، ولكن وكالعادة نبدأ بأهم الضيوف اللي هيكونوا موجودين معانا النهاردة. واحد من النجوم الكبار للنادي الأهلي الحقيقة، اللي في فترة من الفترات كان له دور كبير جدا جدا، أول ما هتعمل كده هتعرفوا ان هو كان واحد من اهم نجوم النادي الاهلي في هذه الفتره، كابتن شهاب الدين احمد نجم النادي الاهلي الجزار. يعني جاب جون الحقيقه، واحد من الاجوال الجميله جدا اللي كلنا كاهلاويه استمتعنا بيها وتوقيتها كمان. هنتكلم فيه معاه في موضوعات مهمه كثيره جدا هذا اليوم. ايضا في الفقره الثانيه هيكون معايا ايمن جيلبرتو وصبري سراج، وحنواصل التغطية الخاصة لكأس الأمم الإفريقية، وحنتكلم عن منتخبات البطولة وشكل المنافسة كالعادة. زي ما قلت لحضراتكم، بطولة كأس الأمم الإفريقية قناة النادي الأهلي عملت لها فقرات خاصة، لأنه أنت بتتكلم عن بلدك، بتتكلم عن مصر، بتتكلم عن منتخب مصر، الكل في ظهر منتخبنا، الكل بينتظر منتخبنا هيعمل إيه عشان إن شاء الله إن شاء الله يستطيع أن يسعد كل جمهور مصر. في البداية بس وكالعادة الأول هنتكلم عن النادي الأهلي، وبكرة إن شاء الله، بداية من بكرة إن شاء الله هيكون يعود الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لاستئناف تدريباته اليومية بعد انتهاء فترة راحة سلبية. الكل الأشاد بهذه الفترة، لأنه في ظل هذه المجهودات الكبيرة اللي قام بها كل لاعبة النادي الأهلي خلال الفترة السابقة، في 3 شهور لعبت عدد كبير جدا جدا من المباريات وعدد كبير جدا من البطولات، خدت راحة محترمة. إن شاء الله يعود النادي الأهلي بداية من بكرة لاستئناف تدريباته. لعبت في المونديال، لعبت في أفريقيا، لعبت في الدوري، لعبت محلي، في الكاس، لعبت في كل حتة وفي كل البطولات. نجح المارد الأحمر الحقيقة أنه يتوج بالبطولة البرونزية ويقدم مستويات مفيش غير واحد بس اللي بيقول مش عارف ايه، لكن بقية الناس كلها بتتكلم عن ان النادي الاهلي قدم مستوى يليق بكرة القدم المصرية وكرة القدم الافريقية، والنادي الاهلي خير من يمثل كرة القدم المصرية والافريقية في هذا المحفل الدولي الكبير، بطولة كأس العالم للأندية. بكرة ان شاء الله يعود، ولكن في ظل غياب عدد كبير جدا جدا من اللاعبين بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية، كل المنتخبات الحقيقة، سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي أو حتى منتخبات الناشئين. خلال فترة الراحة مستر كولر كان بيدرس كل أحوال الفريق الفني. أنا عايز إيه؟ الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة هتبقى عاملة إزاي؟ عندي بطولة دوري هعمل فيها إيه؟ هلعب إزاي؟ قد يكون هناك تغير في طريقة اللعب، أنا معرفش. أنا بتكلم مع حضراتكم وبنسأل، هل من الممكن أن نرى تغيرا في طريقة اللعب؟ يعني بدل 4-3-3 اللي يلعب 4-2-3-1، يلعب 3-5-2، يلعب 4-1-4-1، مش عارفين. هو ده اللي بيفكر فيه، هو ده اللي هيعلم لاعبته خلال الفترة اللي جاية. عندك نهائي كاس مصر في مارس المقبل، ده غير بطولة دوري أبطال إفريقيا اللي انت بطلها. اولى المباريات اول ما هترجع هيبقى بعد نهايه مباراه كاس الامم الافريقيه، هيبقى شباب بلوزداد الجزائري في شهر فبراير المقبل. يمكن المباراه بالرغم من ان هي هتتلعب في الجزائر، الا ان مستر كولر هدفه هو تحقيق 3 نقاط في هذه المباراه، زيه او كالعاده الحقيقه، او كما يفكر دائما كل النادي الاهلي او كل من يمثل النادي الاهلي كيف يستطيع ان يفوز. باذن الله شوط كبير نقدر، أو مباراة كبيرة نقدر نعملها هناك عشان نقطع شوط كبير من التأهل إلى الأدوار النهائية. خلينا نطلع نشوف تقرير عن المارد الأحمر ونرجع نكمل، أو يعني بداية المارد الأحمر مرة أخرى في التدريبات، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. ومن النادي الأهلي هنروح لمنتخبنا الوطني، وكالعادة لا صوت يعلو فوق صوت مواجهات منتخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية في نسخة 34. البطولة هتنطلق يوم السبت المقبل، ومنتخبنا هيخوض أول لقاء إن شاء الله يوم الأحد أمام موزمبيق. مباراة مهمة جدا، على الرغم ما يقال إنها مباراة سهلة، ولكن أنا دايما لا أعترف بمثل هذه الأقوال، أنا أعترف بشيء واحد فقط، بالملعب.
المباراة سهلة أنا اللي بخليها سهلة على نفسي، المباراة صعبة أنا اللي بصعبها على نفسي، خصوصا لما يبقى عندي هذه الأسماء الكبيرة جدا اللي موجودة في منتخبنا الوطني، واحد من الأجيال الرائعة للمنتخب الحقيقة خلال هذه الفترة. أول مباراة إن شاء الله تكون رسالة قوية إن الفراعنة عائدين للبطولات والإنجازات بعد غياب 14 سنة. المنتخب النهارده خاض ميرانو الاول في كوت ديفوار، والبعثه وصلت امبارح تقريبا بعد نهايه البرنامج بعد رحله طويله وشاقه. كل الاخبار والاجواء اللي بتتنقل من الكوت ديفوار بتقول ان هناك حاله تركيز كبيره جدا، والكل شغال على قدم وساق لتحقيق هذا اللقب والعوده بهذه البطوله. خلونا نطلع نشوف انفوجراف عن الارقام القياسيه لمنتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه. أرقام قياسية كبيرة جدا لمنتخبنا الوطني خلال هذه البطولة أو خلال البطولات السابقة، 33 بطولة السابقة، إن شاء الله تكتمل هذه الإنجازات وهذه الأرقام القياسية بأن احنا نستطيع أن نفوز بالبطولة رقم 34، البطولة رقم 8 يعني في من خلال 34 بطولة. وصلنا لفقرتنا الرئيسية، فقرة حائط صد. النهارده في حائط صد هتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم. امبارح الكابتن احمد حسام ميدو في برنامجه اثار موضوع مهم جدا. ميدو قال ان نادي بيراميدز خالف اللوائح، لوائح الاتحاد الدولي لكره القدم، بمعرفه مسؤولي كره القدم المصريه. طب ايه اللي حصل يا كابتن ميدو؟ قول لنا. قال كابتن ميدو، قال نادي بيراميدز قام بإعارة 10 لاعبين بمعرفة المسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري، وده مخالف للوائح الفيفا اللي قرر من قبل تقليص عدد المعارين. الموسم ده المفروض اللوائح بتقول ان اقصى عدد من اللاعبين المعارين في كل نادي هم 7 لاعبين فقط، الموسم اللي جاي هيكونوا 6. ومن خلال حديث ميدو أشار إلى أن النادي الأهلي قرر قطع إعارة أحد لاعبيه من أجل السماح بإعارة أحمد القندوسي خلال إلى نادي سيراميكا. الزمالك قرر توفير مكان للإعارة من أجل السماح باحتمالية إعارة سامسون أكينيولا. مين اللي قال الكلام ده يا جماعة؟ مش إسلام، كابتن أحمد حسام ميدو. طيب أنا بقول لمسؤولي اتحاد كرة القدم، لو صحت هذه الواقعة، لو صحت هذه الواقعة، وحضراتكم فين؟ يعني لو فعلا نادي بيراميدز أعار 10 لاعبين زي ما اتقال، هو إزاي ده حصل؟ ومن المسؤول عن هذا الأمر؟ وأين مسؤولين اتحاد كرة القدم؟ أنا متأكد أن مسؤولين اتحاد كرة القدم عندما يعلموا بهذا الأمر، إذا كانوا يعلموا يعني، إذا كانوا ما يعلموش، هيبقى لهم تصرف كبير جدا. وإذا صح هذا الأمر، ويجب أن يكون هناك، إذا صح هذا الأمر يجب أن يكون هناك تحقيقات وواضحة للناس. في حاجة زي دي لازم يبقى فيها تحقيقات.
يعني ايه انديه تلتزم باللوائح والتعليمات وانديه تانية تقول لا؟ يعني النادي الاهلي ما كان يقدر يضرب، ولكن النادي الاهلي دائما ما ينظر الى اللوائح والقوانين ويحاول ان يطبقها. في الموضوع ده اعتقد ان العداله غائبه. في الموضوع ده تحديدا ولا من الممكن ان نرى اشياء اخرى؟ انا الحقيقه مش عارف، لانه كل مره بنلاقي حاجه وبعدين يرجع يقول لك ايه اصله النادي الاهلي، والنادي الاهلي اصله اللي على راسه ريشه، والنادي الاهلي اصله الناس في اتحاد الكره بتجامل النادي الاهلي. طبعا هذا الكلام هو كلام عاري تماما من الصحه يا جماعه. النادي الاهلي لا يجامل من حد، النادي الاهلي دائم الاعتراف باللوائح والقوانين، دائم تطبيق اللوائح والقوانين اللي بتجيله بيطبقها او بيحاول ان هو يطبقها، حتى لو علينا فلوس ولا علينا حاجه. الناس بتقول لك قسط كل شهر تدي 10 جنيه مثلا يعني، فبتدي. هو ده النادي الاهلي. طيب لو الواقعه دي ما حصلتش، ما احنا نقول الناحيتين وتصريحات ميدو غير صحيحه، احنا كده امام ازمه ثانيه، ازمه كبيره برضو. هو ينفع اي شخص بحجم ميدو يطلع ويرمي اتهامات على مسؤولي اتحاد كره القدم وخلاص؟ اذا لم يصح كلامه، ولكن اذا صح احنا في ظهره بصراحه. يعني عنده حق في الكلام، كل الكلام اللي هو اقوله اللي هو قاله اذا صح هذا الكلام. ولكن اذا لم يصح هذا الكلام يبقى مسؤوليه مين؟ هل الناس هنا تحقق؟ وجهه نظري يعني الناس هنا يجب ان يتم التحقيق في هذا الامر. إذا صح الكلام نشكر ميدو ونشوف الكلام اللي هو بيقوله ده إزاي حصل ويتم التحقيق. إذا لم يصح هذا الكلام ساعتها هنبقى أمام أي حد بيطلع يقول أي حاجة في أي كلام في أي مكان، زي ما بنسمع من بعض الـ الآخرين. أنا عشان كده بأطالب اتحاد كرة القدم بفتح تحقيق في هذه الواقعة عشان نعرف الحقيقة فين، ونعرف مين الصح ومين الغلط. هل كابتن أحمد حسام ميدو عنده حق ولا اتحاد كرة القدم له الحق في هذا الأمر؟ وبيني وبينكم يعني معرفش، أصلا إحنا شفنا حاجة شبيهة بكده. النادي الأهلي شاف حاجة شبيهة بكده لما جالنا جواب من الاتحاد الأفريقي يطالب او بيطلب مين يا جماعه اللي هينظم بطوله، عايزين تنظموا نهائي دوري ابطال افريقيا لما كانت المباراه من مباراه واحده. الجواب اتاخد واتحط في الدرج، الدرج اتفتح واتحط الجواب في الدرج. فانا شايف، فعشان كده انا مش عارف. طيب لو طلع في حد من المسؤولين في اتحاد كره القدم وراء هذا الموضوع، هل سيتم عقابه؟ وهل سيتم عقاب النادي اللي عمل كده؟ ولا الموضوع هيترمخ؟ معرفش. انا ما عنديش فكره الحقيقه ايه اللي هيحصل، ولكن قبل كده الموضوع ما حدش يعني انا ما اعرفش ايه اللي حصل في هذا الامر. وزاره الشباب والرياضه عملت وبعتت لجنه قالت ان فلان الفلاني ده هو اللي غلطان، هو اللي مسؤول. ايه اللي حصل؟ ما حدش عارف. انا اهو ساسكت لاني ما اعرفش. لما حد يجي يسالني يقول لي هو مين اللي اتحاسب بعد موضوع الجواب اللي اتحط في الدرج ده من سنه ونص ولا من سنتين ايام مباراه الوداد الاولى لو فاكرين اللي احنا اتغلبنا فيها؟ هسكت، مش هقدر اقول حاجه، لان انا كل ما اسال حد السؤال ده يقول لي ماشي هنشوف، ماشي هنشوف، ماشي هنشوف. دي بقى لها سنتين. فهل من الممكن ان احنا نشوف اللي ميدو بيعمله ده صح او اللي ميدو بيقوله ده صح؟ نحقق ونشوف لو اتحاد كرة القدم عنده حق يحقق في هذا الأمر ويشوف ويطلع بأن هو يقول لنا يا جماعة مين الصح ومين الغلط. أتمنى أن ده يحصل خلال الأيام القادمة. الموضوع التاني اللي عايز أتكلم فيه رسالة لاستديوهات الترندات والشو الإعلامي، وهم عارفين نفسهم. أنا رايح للناس على هم عارفين، هم أي كلمة أنا بقولها بياخدوها وبيقعدوا يتفرجوا عليها كده. ده حد قال لي، ما انا معرفش والله، حد من اللي حواليهم يعني قال لي يا كابتن بيقعدوا يجيبوا البتاع كده ويقعدوا يشوفوا، اقول لك بص بيقول ايه وبيعمل ايه، وعارفين ان انا عندي حق تقريبا في على الاقل بنسبه كبيره جدا جدا في كل الكلام اللي انا بقوله، لانه اللي انتوا بتعملوه ده كلام غير منطقي. اللي بيحصل مع منتخب مصر ومن قبله النادي الاهلي، وانا ساعتها قلت
لو حضراتكم تتذكروا، انا ساعتها قلت يا جماعه اللي بيحصل مع النادي الاهلي ده هيحصل بعد كده مع منتخب مصر، وهو بيحصل مع منتخب مصر. وانا عارف ان فتره التوقف الدولي بيكون فيها ما فيهاش شغل، فانت عايز تعمل اي مصلحه او اي شغلانه او اي سبوبه، فلازم تعملوا مشاهدات عشان تكمل. فعشان كده انا عارف ان مفيش غير النادي الاهلي، ولكن صدقوني احنا قاعدين عندنا طقم اعداد او فريق اعداد كامل، استاذ محمود سعيد، الاستاذ عمر، الاستاذ حاتم، الاستاذ هشام محيسك، كلهم قاعدين بينتظروا ايه اللي بيحصل وبيقولوا لنا، وبنطلع نتكلم في كل حاجه. فانا عارف ان مفيش غير الاهلي خلال الفتره اللي جايه، اخبار الاهلي والشائعات اللي على النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي. انا هقول لحضراتكم نصيحه، معرفش انتوا عارفين ولا لا، هي نصيحه ومعلومه. حضراتكم عارفين ان يوم السبت اللي جاي، النهارده الاربعاء، خميس وجمعه، ويوم السبت اللي جاي، عارفين حضراتكم ان في بطوله اسمها بطوله الامم الافريقيه لكره القدم رقم 34 ومنتخب مصر هيشارك فيها؟ طب ركزوا في البطوله، ركزوا مع منتخب مصر، دعموا منتخب مصر، دعموا لعيبه منتخب مصر وشجعوهم، او تعملوا حاجه مفيده في الحياه. البطوله مدتها شهر، شهر. اتمنى ان يقف الجميع خلف منتخب مصر خلال هذه الفتره، اعملوا حاجه كويسه، او اعملوا شهر كويس من ال 12 شهر، اتكلموا بشكل ايجابي عن المنتخب اللي يستحق ان احنا كلنا نقف في ظهره خلال هذه الفتره بعد ما المسابقه تنتهي، وان شاء الله ربنا يكرمنا ومنتخبنا يفوز بهذه البطوله. ارجعوا اتكلموا على الاهلي وصفقات الاهلي وملايين الاهلي اللي بيدفعها والمش عارف ايه والكلام، الكلام اللي حضراتكم كل يوم بتقولوه. ولو لا قدر الله منتخبنا حصل له اي اخفاق، طبعا هتسنوا السكاكين، ما مش عاده ومش غريبه، يعني مش غريبه عليكم، انتوا دايما عاملين كده. حتى لما النادي الاهلي بيفوز باي بطوله يقول لك اصل النادي الاهلي حظ، اصل كولر وحش، اصل امام عاشور، اصله كهربا، اصل قفشه، اصله حسين الشحات، اصل مش عارف مين، اي كلام في اي كلام وخلاص بيتقال. محتاجين ان احنا نركز مع منتخب مصر خلال هذه الفتره، لانها فتره مهمه جدا جدا جدا، وعندنا منتخب يستطيع ان يفوز ببطوله كاس الامم الافريقيه. مهم جدا ان احنا نقف في ظهر منتخبنا خلال هذه الفتره. عايز اقول لحضراتكم ان النهارده هنا جوده فازت بالمركز الأول في جائزة دبي للإبداع الرياضي. النادي الأهلي ومنتخب مصر المركز الأول في جائزة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي. وهذه المسابقة جرت مراسمها اليوم الأربعاء في قاعة جميرة في دبي، وحصدت هنا المركز الأول بعدما صعدت للنهائيات بالجائزة ضمن أفضل ستة رياضيين دون ال 18 سنة في الوطن العربي، وجرى التصويت الجماهير بعد ذلك. يعني زي ما حضراتكم عارفين دايما أي حاجة فيها النادي الأهلي، يعني النادي الاهلي بيكتسح كل هذه الامور، وهنا اكتسحت بالفعل وحسمت المركز الاول وبجداره. وبعد هذه الفوز بالجائزه اعربت هنا عن سعادتها الكبيره بعد فوزها بالجائزه، اللي وصفتها بانها ذات قيمه كبيره بالنسبه لها، لما هذه الجائزه من تقدير عالمي كبير بجانب المجد الادبي الذي حققته بفوزها بها. كما فاز بالجائزة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما ساهم في تطوير اللعبة وزيادة انتشارها عالميا، وحصدت الرياضة المغربية عدة جوائز كأفضل منتخب يستحق الحقيقة هذه الجائزة ويستحقوها عن جدارة. المنتخب المغربي كأفضل منتخب مبدع بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم 22 في قطر، وفاز وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب، أو الركراكي المدير الفني للمغرب يعني، وحكم كرة القدم بشرى الكربوبي كأفضل حكم عربي بجانب جائزة سفيان البقلي بطل العالم في ألعاب القوى وجائزة بالملاكمة. وحصلت دول تونس والجزائر والعراق والسعودية والكويت على عدة جوائز. أيضا نال الرياضيين الإماراتيين جوائزهم في كل فروع الجائزة
وكبار صغارا وكبارا لما قدموه من إبداعات غير مسبوقة. الحقيقة هنا تستحق مننا كل التقدير خلال هذه الفترة. هنا واحدة من المبدعات في عالم الرياضة المصرية وفي عالم تنس الطاولة، نتمنى لها رب دوام التوفيق خلال الفترة اللي جاية. وصلنا لفقرة صنع في الأهلي. فقرتنا النهاردة في صنع في الأهلي، معنا واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار الكابتن عمر عريضة، نجم الأهلي ومنتخب مصر للجمباز السابق ومدرب فريق رجال النادي الأهلي بالجمباز. بدأ مع النادي الأهلي 1999 واعتزل في 2014. حقق العديد من البطولات مع النادي الأهلي وحصل مع منتخب مصر على بطولتين أفريقيا وبطولة عربية. شارك مع النادي الأهلي ومنتخب مصر في بطولة كأس العالم. خلينا نطلع نشوف صنع في الأهلي مع كابتن عمر عريضة، ومن بعده فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل الجزار، مش أي جزار، شهاب الدين أحمد في ضيافة البيت الكبير. دخلت الجمباز تقريبا كانت انا مواليد 95، فدخلت وانا عندي 3 سنين ونص. تمام، ف 3 سنين ونص الموضوع فاكر كويس، كانت مامتي بتمرني سباحه مع اخويا عشان اخويا كان يعني بيلعب سباحه وكان بطل هنا برضو في النادي الاهلي. وفجاه كانت صاله الجمباز كان فيها افتتاح، كانوا بيجددوها، ورحت شفت المنظر وقلت اللي انا عايز ادخل زي اي طفل، تشد للحته دي شويه وبدات اكمل واحده واحده لحد لما مامتي قالت لي، هي شافت انت فيك موهبه فهتكمل يعني، خلاص سحبتني من السباحه وفضلت في الجمباز. اول بطوله كان عندي 5 سنين، كانت تقريبا 2000 2001 حاجه كده، والحمد لله ربنا كرمني. كانت اول بطوله كانت بطوله القاهره، خدت ميداليه برونز، وبعديها الجمهوريه خدت خمس ميداليات، كانوا 3 ذهب و2 برونز تقريبا. بس من هنا بقى بدأت خلاص، هي دي الحاجة اللي أنا هكمل فيها، بس هي دي البداية. كان دكتور محمد فؤاد موجود، هو اللي استقبلني، يعني هو دكتور محمد ستيل موجود لحد دلوقتي المدير الفني، فهو ده بعتبره اللي هو أبويا التاني اللي هنا. الأم دي يعني حكايتها حكاية، يعني ما نقدرش يعني مهما اتكلمت مش هعرف أوفي لها حقها. يعني هي بتتعب معايا في حتة اللي هي صحاني الصبح توديني المدرسة وتجيبني المدرسة، تجيبني هنا التمرين وتاخدني بعد كده لو في دروس تاخدني على الدروس، وبعد كده ترجعني التمرين، عشان على أيامنا كان الموضوع ممكن تتمرني صبح وبالليل. يعني عشان في أنا اتخذت منتخب وأنا عندي 11 سنة، يعني أنا بدأت، أنا بطلت تقريبا وأنا عندي 18 بسبب إصابة، فمن وأنا عندي 11 سنة وأنا في المنتخب، وكان ساعتها باجي ساعات تمارين هنا والمنتخب في المركز الاولمبي في المعادي، فتلاقي هي بتاخدني من المدرسه توديني المنتخب، اخلص ارجع على هنا، اخلص اروح المنتخب تاني بالليل، فهي اللي كانت تقريبا 24 ساعه معايا. فهي دي تقريبا يعني كل نقطه دم فيها، يعني ما بخلتش عليهم خالص عشان توصلني للحته اللي انا كنت فيها. فلو هنتكلم شركاء النجاح، هو ناس كتير، اولهم طبعا مامتي، وثانيهم بابايا او بيتي عامه، دكتور محمد فؤاد مدربي ساعتها كان مستر فيكتور، كان هو اللي موجود هنا في النادي، مدربي اللي في المنتخب كابتن جمال مطر. فهو في ناس كتير كانت شركاء في الحته دي، يعني الاهلي ده من وانا عندي 2 سنين وانا باجي العب هنا، وبعد كده بدات جمباز، وبدانا جمباز دخلنا الفريق، دخلت الفريق فاصحابي كلها هنا، تلاقي نفسك ممكن تيجي هنا تمرين الساعه 9 الصبح وعندك تمرين تاني الساعه 6 وتخلصي 11، فتلاقي نفسك من الساعه 9 ل 11 قاعده هنا. تمام، مفيش كورنر في النادي ما قعدناش فيه، هزرنا ضحكنا اتخبطت، كل حاجه حصلت هنا في النادي. يعني ممكن نسكيب حته المنتخب، بس يعني كان الميزه عندي وانا في المنتخب كنت لازم في تمارين باجي هنا في النادي. تمام، فبرضه في الاول وفي الاخر ما عرفتيش تبعدي عنه. وغير كده لما بطلت بالاصابه اتعالجت هنا وبدات انزل، بقيت مدرب، كان السبب الاساسي دكتور محمد فؤاد. قال لي تعالى يلا انزل الملعب. طب ازاي انا ما فهمش حاجه على التدريب؟ هتفهم. وسابني وانطلقت، والحمد لله اول سنه كنت بمرن فريق الدرجه الثانيه،
خدت بيهم 3 سنين ورا بعض اول، بعد كده رحنا بنفس الفريق طلعنا درجه اولى 3 سنين الحمد لله اول. فيعني سبب من الاسباب نجاحي دلوقتي هي والدتي، ويعني في الاول وفي الاخر ربنا طبعا، تكريم من عند ربنا وتوفيق، بس والدتي في ظهري، ودكتور محمد فؤاد وناس كتير، دكتور كريم، الناس دي كلها كانوا في ظهرك، اللي هو انت غلطت اي غلطه هم معاك في ظهرك. اللي بيميز النادي الاهلي اللي هو ما عندوش حاجه اسمها لعبه فرديه فمنسيه او لعبه ملهاش جمهور فمش هصرف عليها كده كده، هي ما بتجيبليش حاجه. لا هو من اول لما انا كنت بلعب لحد ستيل لحد النهارده مثلا وانا بمرن، مش بيبخلوا بمجهود او بحاجه، مرتبه، شويه مانيزيا، شويه الحاجات اللي هي المستلزمات بتاعت الجمباز ما حدش بيبخل عليها خالص. مشاكلنا بتبقى هي مشاكل اي حد، يعني اي حد في اللعب التانية. اي نعم احنا ما بنروحش بطولات عالم، ما بنروحش الحاجات دي عشان هي لعبة محدودة، بس ما بيدخلوش يعني جنيه، اي حاجة، كلمة، كل الكلام ده كله محدش بيدخل خالص. يعني سفريات الحاجات دي كله، لا هو الفايل بتاع الجمباز هو بنحطه جنب فايل اي لعبة مهمة للنادي، فهي دي اللي بتفرق شوية عن اي نادي تاني او اي حاجة. يعني لازم هي لعبه موجوده في النادي، فلازم يبقى ليها منظور وليها شكل، وتبقى بتنافس اكنها اي يعني اي لعبه تاني في اي مجال. يعني احنا درجه اولى مش بتتلخص في مدرب على قد ما بتتلخص في لعيب عايز يوصل للحته دي، تمام؟ فاحنا عندنا الحمد لله المجموعه اللي انا بمرنها مجموعه بتحب بعض، ومجموعه كلها رجاله، ومجموعه كلها صنعت في الاخر. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، واحد من نجوم النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم، هو الحركات اللطيفه اللي بتتعمل على طول، جزار النادي الاهلي شهاب الدين احمد. ازيك يا شهاب؟ حبيبي يا كابتن. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله كله تمام. دل على السلامه، وحشنا جدا. الله يسلمك انت اكتر والله كابتن. بقالك فتره جمهور الاهلي عايز يعرف بتعمل ايه. انا كنت في السعوديه بقالي 4 سنين هناك. اوكي. بلعب هناك والحمد لله الدنيا ماشيه بشكل كويس، وحاليا موجود في مصر هنا. رجعت لسه راجع من اسبوع. كنت هناك ولسه راجع من اسبوع. يعني قعدت فتره بتلعب مع النادي الاهلي شهاب، اعتقد 4 سنين او 5 سنين، اتكلم على الفريق الاول. لا انا طلعت في 2008 لحد 2014. يعني الناس عرفتك اكتر في 4 5 سنين، كنت دايما بتلعب بشكل اساسي فيه او بشكل كبير مع النادي الاهلي، فكرنا بالفتره دي. لا طبعا يا كابتن، اول حاجه انا مبسوط ان انا موجود مع حضرتك طبعا، وموجود في قناه النادي الاهلي اللي هي بيتنا، واللي احنا بنتشرف ان احنا من ولاده ان احنا بننتمي ليه. بقول لك ايه، ممكن قبل ما تكمل ان ده مهم جدا، نطلع نشوف تقرير عن شهاب، لانه شهاب من الناس اللي ممكن يكون يعني لسه صغير في السن، يعني لسه مبطل او لسه ما بطلش، ده لسه بيلعب يعني، فبالتالي ممكن تلاقي عدد من الجماهير او شباب النادي الاهلي عارف شهاب كويس جدا. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. ذكريات جميله جدا مع النادي الاهلي يا شهاب. طبعا يا كابتن، زي ما بقول لحضرتك، من افضل او احسن اللحظات اللي الواحد عاشها في تاريخه في الكوره طبعا، على جميع الانديه اللي لعب فيها، فتره النادي الاهلي طبعا. خصوصا ان انا طلعت مع جيل ما كانش طبيعي في الكوره، كان كله لعيبه كبيره وكنت بتعلم منهم، وطلعت وانا سنه صغير، فمن احسن الفترات وعلمتني اللي بعد كده بصراحه. يعني استفدت منهم كتير، حتى يعني بحاول على قد ما اقدر لو في لعيبه صغيره او في لعيبه حتى وانا في السعوديه بحاول انقل لهم الصوره اللي اتعلمتها هنا من اللعيبه الكبيره دي طبعا. ايه اكتر حاجه اتعلمتها؟ يعني انا اتربيت في النادي من وانا عندي 6 سنين. في ناس بتتكلم وبتقول بياخدوا الكلام بطريقه ان المبادئ او الاسس اللي النادي الاهلي بيحطها كلامه والكلام ده، لا الحقيقه الكلام ده حقيقه. وانا قلتها كتير وبقولها، النادي الاهلي ما بيعلمكش بس كوره بس، بالعكس بيكون شخصيه، بتعتمد على نفسك ازاي، بيبقى عندك فعلا مبادئ في حياتك، بتقدر يعني تواجه مشاكل من الضغوطات اللي انت بتقابلها في النادي الاهلي، لان اللعب في النادي الاهلي مش زي اللعب في الانديه التانيه خالص. انت بتحط تحت ضغط
على طول انت مش ملك نفسك في النادي الاهلي. انت اخر حاجه بتفكر فيها نفسك. فكل الحاجات دي بتعلمها في اتعلمتها في النادي من وانا صغير على مدربين طبعا كبار، سواء قطاع الناشئين الفريق الاول. لما طلعت مع الفريق الاول طبعا مع الكباتن الكبار لا اتعلمت انكار الذات، يعني اخر حاجه بتفكر فيها نفسك. طول ما انت بتلعب في النادي الاهلي اخر حاجه بتفكر فيها نفسك. كل الهدف على النادي، محدش بيفكر في نفسه، محدش بيفكر يقول اسمه قبل اسم النادي الاهلي. بالعكس، اسم النادي الاهلي هو اللي بيكبر اي حد موجود وبينتمي للنادي يعني. حقيقي. ولكن طلعت مع مانويل جوزيه. طلعت مع مستر مانويل في اخر سنه اللي هو في الدوري الفيصل اللي هو بتاع الاهلي والاسماعيلي بتاع فلافيو في المكسيك. السنه دي او ماذا تعلمت من هذه اسطوره كبيره زي مانويل جوزيه؟ طبعا مستر مانويل، مع ان في الفتره الثانيه واجهت معاه مشاكل، ما كنتش بلعب بشكل اساسي بسبب ان الدوري اتوقف، لكن هو كمدرب وشخصيه كبيره. ايه يعني السر في ده يا شاب؟ لانه دايما يقول لك ايه، انا ما كانش بيلعبني بس انا بحبه. هو بصراحه كابتن، انا ما يعني انا دايما اقول المدرب اللي ينجح في النادي الاهلي مش لازم يبقى فنيا 100% قد ما يبقى شخصيه يقدر يعيش ويقدر قيمه النادي الاهلي ويقدر يسيطر على لعيبه النادي الاهلي. لان انت اي واحد بينتمي للنادي الاهلي بيبقى نجم، مع احترام لاي حد طبعا الانديه الثانيه. انت طالما اسمك مرتبط بالنادي الاهلي انت بتبقى في مكانه غير الانديه الثانيه، فكل حاجه بيبقى عليك سبوت بشكل غير طبيعي. فطبعا انك تقدر تتعامل مع اللعيبه دي، واي لعيب بيبقى موجود في النادي الاهلي بيبقى حاسس ان هو منفصل خالص عن بقيه الانديه، فانه يقدر يتعامل مع اللعيبه دي، مع الكوكبه اللي كانت موجوده مستر مانويل، لا مش اي حد يقدر يسيطر على اللعيبه دي، وان يخلي اللعيبه دي كلها مش حاسه بقيم. انت ممكن اللعيبه دي كانت بتنزل الشارع لعيبه كبيره والناس بتبقى عامله ازاي عليها، لكن مع مستر مانويل انت ولا كانك عملت حاجه. بيحسسك دايما بيجدد عندك الدوافع بطريقه غير طبيعيه، ودي اهم حاجه. طبعا يعني كان بيفضل يجدد الدوافع عند اللعيبه دي. اللعيبه دي كانت بتنزل الماتش ممكن يجي يقول لك انت ما عملتش حاجه النهارده. اتعلمت ايه من ابو تريكه مثلا؟ يا ابو تريكه ده كابتن يعني احنا اول ما طلعنا كان من اكتر الناس اللي بتدعمنا كلعيبه صغيره. كان دايما يقول لنا اعملوا اللي انتوا عايزينه، مالكوش دعوه، بيغلطوا واعملوا اللي انتوا عايزينه. كان بيساعد اللعيبه، كان في لعيبه بيجيب لها جزم كوره، لعيبه عندها مشاكل تلاقيه بيحل لهم مشاكل. ابو تريكه كان دايما يقول لك انا مع الجماعه، ماليش دعوه برايي، يعني شوفوا انتوا عايزين ايه او شوفوا الفرقه مصممه على ايه او قرارها ايه وانا معاكم، مالكوش دعوه برايي حتى لو انا مخالف معاكم. فكان لا، كابتن ابو تريكه كان شخص غير طبيعي. جمعه، لو قلت لك جمعه، وائل جمعه. يا كابتن وائل جمعه كان شخصيه قياديه طبعا، وكان كابتن كبير، كان دايما برضه بيتكلم معانا، بس كانت مشكلته ان هو لما كان يغلط يطبطب على اللعيبه، يطبطب علينا يلبس اللي جنبه على طول. بس طبعا الكباتن دول كلهم الواحد كان بيتعلم منهم، وكانوا في اوضه اللبس حاجه تانية خالص غير الشاشه. كابتن غير الشاشه خالص. شادي برضو كنا اتعلمت منه ايه الفتره دي؟ انا حضرت كابتن شادي في الاخر. في الاخر لكن انا اعرفه طبعا يعني بره الكوره. كابتن النادي الاهلي في طبعا التوقيت يعني. من الشخصيات الجميله ودمه خفيف وقريب من اللعيبه، ما تحسش ان هو كابتن الفرقه او لعيب كبير عنك خالص، لا بالعكس بينزل لسنك وبيتعامل معاك بالطريقه اللي تناسب سنك. وفي نفس الوقت بركات طبعا. طبعا لا، كابتن بركات ده كنت بقعد معاه في الاوضه برضه فتره كمان. طبعا كده مشيت. كان بيخلص على ما هو قال لي، هو طلع قال قبل كده قال لك اي حد بيقعد معايا في الاوضه لازم يمشي. فكان مشينا كلنا، مشى مصر كلها، مشى النادي الاهلي كله، هو اللي فضل قاعد. دي حقيقه. فلا يعني، وكابتن متعب وسيد معوض واحمد فتحي، حتى حضرت فلافيو وجلبرتو. فلافيو كانت اخر سنه، بعد كده جلبرتو كمل السنه اللي بعديها. فلا كباتن كبيره، وكابتن احمد حسن، مش عايز انسى حد يعني، كل الناس اللي كانت. انا حضرت مع لعيبه بتشرف ان انا لحد دلوقتي طلعت في الجيل دوت ولعبت مع الناس دي. خدت كم بطوله؟ التقرير قال، ولكن من اهم البطولات اللي انت خدتها كانت ايه؟ هو انا خدت اكتر من اللي التقرير قاله. انا خدت 2 سوبر افريقي، وخدت الكونفدراليه. انا مشيت في السنه بتاعه الكونفدراليه ولعبت. حسب لك طالما لعبت لحد دور الثمانيه. اوكي. ف انا خدت بتاع 13 بطوله مع النادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله. يعني خدت كله ما عدا كاس مصر. يعني كاس مصر البطوله الوحيده اللي ما خدتهاش. فشاركت في كاس عالم انديه مرتين، في 12 و13، كانت في المغرب وفي اليابان 12. فطبعا يعني الواحد زي ما بقول لحضرتك كابتن بيفتخر بالفتره بتاعت النادي الاهلي، خصوصا ان انا مشيت من النادي الاهلي عندي 24 سنه او 25 سنه، فاخدت البطولات دي في سن صغير مع اللعيبه دي.
ويحسب للجيل ده ان خد بطولتين افريقيا ورا بعض. صحيح. ما كانش في دوري. كنا بنلعب في الفتره دي 12 و13 ما كناش بنلعب في دوري خالص. كنا بنلعب في افريقيا وبس. افريقيا وبس. فمن اغلى البطولات يعني 2012 بتاعت الناس ارتبطت بشهاب الهدف الاتحاد الليبي. ففكرنا باللي حصل يعني الماتش ده كنا عايزين لازم نكسب 3 وكانت قصه كده. كان ماتش خسرنا هناك 2-0. كان متعب اعتقد متعب وفضل. كنا خسرنا هناك 2-0 في ليبيا. وكان الماتش ده لازم نكسبه عشان نصعد دور الثمانية من جميع. من المرات القليلة كنا محطوطين في ظروف صعبة في لأن هناك ظروف الماتش كانت صعبة جدا جماهيريا في ليبيا كمان. فكان الوضع مش حلو فرجعنا هنا ويمكن من أحسن ماتشات اللي لعبناه. كابتن حسام البدري كان مدير فني. كابتن حسام كابتن حسام فعملنا ماتش كويس جدا فنيا. حتى الشوط الأول احنا مضيعين كتير وطلعنا 0-0. ما فقدناش الامل. وجونك اللي فتح جوني لا الجون الثالث. الثالث صح صح. في الدقيقة 94 كان متعب اعتقد. متعب وبعد كده فضل وبعد كده انا. فكان الماتش ده لو كان خلص تعادل كان هنلعب ضربات جزاء. فالحمد لله توفيق ربنا طبعا في الدقيقة 94 الجول بقى جه. جول عالمي. طبعا. الجول ده اعتقد هو العلامة الفارقة ما بينك وما بين جمهور الاهلي. طبعا طبعا لحد دلوقتي انا الناس دايما معلمك بالجول دوت وباللحظه دي. فمن الحاجات اللي اثرت ولحد دلوقتي معلقه مع جمهور النادي الاهلي. واللي انا ببقى مبسوط بيها ان الناس لحد دلوقتي في او انت انا كشاب يعني بفتخر ان انا متعلق واسمي متعلق بالنادي بحاجه زي الاهداف دي. ان الاهداف دي بتعيش على مر التاريخ. فانا مبسوط جدا بالهدف. لا الوقت بتاع الهدف وطريقه احراز الهدف وان هو الهدف الثالث اللي يخليك تصعد للبطوله بدون او للدور اللي بعد كده بدون اي بدون الدخول في ضربات الجزاء او ركلات الترجيح وبالتالي معلق. طبعا طبعا يا كابتن انا بقول لحضرتك هي دي الاهداف او اللحظات اللي بتبقى مؤثره مع النادي الاهلي. زي جول كابتن ابو تريكه في صفاقس طبعا هو نهائي. جول قفشه مثلا في النهائي. فالاجوال دي هي اللي بتبقى مؤثره وبتعيش مع الناس على مر التاريخ. ماتش يعني. صفاقس كنت لسه صغير طيب. لا كنت صغير. لا كنت صغير. حسيت بالماتش يعني وشفته. طبعا شفته. طبعا شفته يعني شفته. وبعد كده كان نهائي القطن في 2007 على ما اظن بتاع كابتن احمد حسن. 3-3. اللي حضرتك كنت حضرتك موجود طبعا. انا طلعت في السنه اللي حضرتك رحت رايح الحرس. يعني انا طلعت واخر السنه دي. اخر السنه كنت حضرتك رحت حرس حدود وكنت بلعب مساك ساعتها. كنت لعبت شوية. فلا طبعا يعني من الحاجات اللي الواحد بيعتز بيها الجول بتاع الاتحاد الليبي طبعا. الجول بتاع الاتحاد الليبي من الاهداف الرائعه الحقيقه شهاب ومن الاهداف اللي الواحد ما بيشوفهاش كتير في الملاعب. مين دلوقتي بيعجبك ممكن يكون بيشوط زي ما انت بتشوط يعني انت كنت معروف دايما ان انت بتشوط بشكل انا يعني انا من زمان امام عاشور لسه كنت هسالك عن كواليتي مش موجوده يا كابتن. كواليتي بتاع اللعيب اللي بياخد الكره ويزيد وعنده الريسك. انت لازم في وقت من الاوقات عندك الريسك انك تزيد وتعدي وتوصل للناس. هو عنده الحاجات دي كلها. اللعيب مكتمل وعنده ممكن يبقى عنده مشكله يحل لك واحد ضد واحد عادي. فاهم؟ مش لعيب بيزك مش اللي هو بيسلم وبيستلم. لا بالعكس هو بيطلع. مش اللعيب التقليدي بالظبط. يعني هو لعيب لا عنده الحلول في كل حاجه سواء بيوصل سواء هو بيزيد سواء هو بيطلع الاطراف وبيعدي. فلعيب انا شايف ان هو لو ركز وخد كمل زي ما هو كده هيبقى في حته تانية يعني. ده هدف رائع يعني لو الناس فضلنا قعدنا نعيد الهدف ده لغايه اخر الحلقه الهدف الناس هتبقى مبسوطه ان هي تشوفه لانه زي ما قلنا وقته وايه الحركه يعني انت خلصت. هي جت كده والله يا كابتن يعني انا ما كنتش ظروفها ما تعرفش. انا ما سبحان الله ما بعرفش احتفل اصلا يعني اجيب جول اسجد بس. لكن هو جت طلعت كده تلقائي ولا كنت مجهز لحاجه ولا في دماغي حاجه خالص. قالوا ان انت كنت مجهز وعامل لا 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 خالص خالص خالص. هي جت كده. مين اللي هيفتكر ما بالظبط يعني. وكمان الوقت اصلا يعني ما فيش حاجه جاهزه في الدقيقه 94. فلا هي جت كده حركه تلقائيه يعني. حركه تلقائيه بعيدا هو خلصت يعني مش ما اصل لا تعني اي شيء اخر يعني. لا لا خالص خالص خلصت يا جماعه خلاص الدقيقه 94 الماتش خلص يعني. بتهيألي الحكم لعب خمس ثلاث دقائق مفيش لعب لعب والكره طلعت اوت للاتحاد الليبي وراح مصفر بعدين وراح مصفر نهايه المباراه. وكان النادي الاهلي يستحق الحقيقه
ان احنا نصعد للدور التالي في هذه البطوله. عجبك اداء النادي الاهلي في هذه الفتره وخط وسط النادي الاهلي؟ طبعا في كاس العالم للانديه وبطوله السوبر اللي هي اللي كانت في الامارات، لا كان الاداء قبل كده قبل كاس العالم كان الاداء في تذبذب شويه، لان كان الراجل بيعمل روتيشن بشكل كبير، لكن في الكاس العالم للانديه وفي بطوله السوبر اللي كانت في الامارات لا في ثبات في المستوى، حتى هو استقر على الشكل اللي بيكمل بيه، فلا هم اخر فتره ماشيين بشكل كويس يعني ثبات في المستوى. انت قلت ان يعني امام عاشور شايفه من اللعيبه اللي تقدر تكمل في النادي الاهلي بشكل مميز. طبعا تكمل كمان على مستوى الكره المصريه، انت ما عندكش الستايل دوت في مصر، بيتعرض لهجمات كثيره خلال هذه الفتره. ده طبيعي عشان بيلعب في النادي الاهلي، لازم هو وهو انا شايف ان هو ولا شاغل نفسه. ودي اهم حاجه، لعيب النادي الاهلي ما يشغلش نفسه، لان هتلاقي ناس بتتصيد لك في حاجات كتير، فأتفه المواقف اللي هتعملها في اي رياكشن هتعمله هتلاقي الناس بتتلكك لك على اي حاجه انت بتعملها. فلكن هو انا شايف ان هو يكمل زي ما هو ويقفل على نفسه. وبصراحه انا اللي عاجبني اللعيبه كمان، مسانده اللعيبه ليه، مسانده اللعيبه ليه هي دي اللي دخلته في الجو بتاع النادي الاهلي بسرعه، غير لما كان صفقه امام دي كانت ممكن يحصل عليها لغط كبير ان هو لو ساب نفسه وركز مع الناس اللي بره، لكن اللعيبه قدرت تدخله في وسطهم بالظبط، فده اللي فرق معاه جدا. مين اقرب الناس كان ليك في الفتره اللي انت كنت موجود فيها؟ كان كابتن بركات، عاشور، سيد معوض. زعلت لما عاشور مشي من النادي الاهلي؟ طبعا عاشور يستحق ان هو يبقى هو، يعني ما حدش يقدر ينكر تاريخه، ويعني انا كواحد اهلاوي انا بتمنى ان كابتن حسام عاشور طبعا يبقى موجود في النادي الاهلي، لان هو يستحق المكان ده، وهو ادى للمكان وعمره ما ابخل باي شكل من الاشكال على النادي. هو ممكن يكون حصل سوء تفاهم او حصل حاجات بقى بره الكواليس احنا ما نعرفهاش، بس حسام عاشور لا يستحق. واتمنى ان يعني كابتن محمود الخطيب هو اب لينا كلنا، فبتمنى ان هو يبقى يعني معلش اي بني ادم بيغلط، ف وحسام عاشور تاريخه يعني مع النادي. كابتن الخطيب بصراحه قالها كلمه، قال لك انا مش زعلان منهم انا زعلان عليهم. طبعا لا طبعا، وبالتالي يعني هو هنا بيشير للجمهور كمان ان هو الجمهور اللي زعلان يعني. طبعا الجمهور والنادي الاهلي في النهايه حسام طبعا قيمة كبيرة جدا، حسام عاشور قيمة كبيرة جدا ولا أحد طبعًا يختلف عن هذا الأمر، وأكبر عدد من البطولات واخدها داخل النادي الأهلي، ولكن يعني مش عارف أقولها إزاي، ولكن كان يجب أن يفكر بشكل أفضل. ما أنا بقول لحضرتك يعني في لأنه في النهاية أنت عندك 70 80 90 مليون أهلاوي. النادي الأهلي ملك الجمهور يا كابتن، ملك الجمهور مش ملك عليه شخص. يعني النادي الأهلي حتى يعني أنا بقول لك أنا ممكن أختلف مع أشخاص، لكن حبي للكيان أو انتمائي للكيان ما لهاش علاقه بالاشخاص. كلنا بنحب حسام عاشور وكلنا بنحب بالزبط وغيره وغيره وغيره، ولكن في النهايه احنا بنحب النادي اكتر او بنحب كيان النادي بالظبط. انت ممكن يعني الاشخاص ما فيش حد، معلش ما فيش حاجه، هي دي سنه الحياه، ما فيش حاجه بتدوم وما فيش حاجه بتستمر، فاللي باقي هو النادي. النهارده موجود كابتن الخطيب، بكره ما تعرفش مين اللي موجود، فالنادي هو اللي ثابت، هو اللي موجود. واللي هيجي او اللي راح اسم النادي هو اللي ثابت بالظبط. هي يعني في مبادئ ثابته او قواعد ثابته مش هتتغير حقيقي. الاشخاص بيتغيروا لكن الحاجات دي هتفضل موجوده. رايك في النتائج الاخيره وكولر، رايك في انت اتعاملت مع مدربين اجانب، كيف انت تتعامل مع مانويل يعني؟ زي طبعا لا كولر يمكن لحد ما فنش الموسم السنه فاتت طبعا ما حدش يقدر يتكلم او يقول حاجه. جه في بدايه الموسم ده حصل تذبذب او هو كان مشتت شويه برضو بحكم ان هو كان برضو في لعيبه رجعت من اعراض عايز يشوفها، يعني كان مصمم على كام لعيب ان في لعيبه رجعت، صلاح محسن رجع، كان عندك نقص في الحته دي طبعا، فبيجرب كذا حد، فحتى في حته الروتيشن في نص الملعب جرب ناس كتير. فهو النقطه برضو ان هو كان لسه بيشوف الناس وكانت بدايه موسم برضو. حضرتك عارف ان الكيرف ساعات في بدايه الموسم ما بيبقاش اعلى حاجه، بدايه الموسم صعبه جدا بالظبط. وبعدين لعبت مباريات صعبه في بطولات صعبه، في بطولات طبعا. انت واخد السنه اللي فاتت 6 بطولات، انا بتكلم على كمان بدايتك السنه دي، الدوري الافريقي ثم السوبر الافريقي ثم الدوري الممتاز، كاس عالم انديه، كاس عالم للانديه، فالضغط كبير. وده طبيعي، ده طبيعي يعني، ما تقدرش تحكم على كولر دلوقتي، بالعكس ما انت مثلا قبل ما يروح كاس العالم كنت بتهاجمه وكولر مش عارف ايه، راح كاس العالم
ما ينفعش ان احنا بالظبط ما ينفعش ان انت تحاسب مدرب قطع لسه مخلص من شهرين واخد كام بطوله وجه في شهر مثلا حصل تذبذب في الاداء فتيجي تقول لا ده لازم مش عارف ايه تتكلم عليه لا انت يعني تحكم عليه بعد ما البطولات تخلص بعد الموسم يخلص عمل ايه في الموسم كله انا اعتقد ان الجمهور الاهلي شايف ان هذا الرجل هو مدير فني رائع وعلى اعلى مستوى خلاص يعني لن تستطيع ان تقيم مدرب او مش لن تستطيع يعني هتقول ايه على مدرب خد خمس ست بطولات في اقل نفس الكلام كان بيتقال يا كابتن على موسيماني برضه يعني موسيماني كان بياخد بطولات تلاقي تاني يوم الناس بتهاجمه طب انتوا عايزين الراجل يعمل لكم ايه بالمناسبه كولر وجوزيه هل بترى فيهم اي وجه تشابه انت حضرت جوزيه لكن بتسمع عن اكيد كولر عن كولر بس انا حاسس ان كولر يعني حته ان هو قريب من اللعيبه اكتر سنه بيدي مساحه للاعيب انه يتكلم معاه غير جوزيه جوزيه بس خلي بالك كان بيدي مساحه بس بيعمل اللي هو عايزه بس بالظبط يعني جوزيه ممكن يقول لك انا هعمل كذا وتلاقيه عمل حاجه تانية وكان بيعملها مع لعيبه كبيره وكان عملها معايا كان يجي يقول لي مثلا انت الاسبوع ده اتمرن كويس ليه مطلعني بره سكور فاهم فهو لا فاهم فجوزيه توري شويه لكن كولر مثلا ممكن يكون بيدي مساحه للعيبه وفي نفس الوقت برضو وفي المجال التدريب عامه يا كابتن المدربين عندهم حته العاطفه شويه يعني حته العاطفه يعني ممكن انا ابقى ميال لمثلا للعيب اكتر من لعيب فاهم فممكن اصبر على ده تشوفه ان هو يعني احسن نص ملعب في العالم مهما بالظبط وممكن يصبر ويديله في تاني لا اول ما يعملها غلط يقول له اصل هو التاني واقف له غلط بالظبط فمش هتقدر تتحكم في الحته دي بالذات فلا يعني انا شايف ان كولر شخصيا برضو مسيطر على اللعيبه مسيطر على الفرقه كلها غير مثلا في مدرب لا تلاقي كل يوم مشكله اللعيب كل يوم واحد خارج السياق تلاقيه بعيد فدي مشكله لكن المدرب الاجنبي اللي بينجح في النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك شخصيه لازم يبقى قويه جدا ويقدر يسيطر على اللعيبه كلها اخيرا في النادي الاهلي هل النادي الاهلي السنه دي قادر على الفوز بعدد كبير من البطولات يعني انت عندك دوري نهائي الكاس القديم والكاس الجديد كاس الرابطه اعتذرنا عندك دوري ابطال افريقيا عندك بعد كده هتلاقي السوبر الافريقي لا طبعا النادي الاهلي طول ما هو في بطوله كابتن حتى لو الديه بيبقى داخله ان هو عايز ينافس فيها ما يعني ما بيبقاش داخل الا لو مثلا زي كاس الرابطه عارف ان هو ممكن مش هيقدر يبقى فيه وقت او فيه تلاحم البطولات احسن وجهه نظري يعني ده طبعا القرارات الرائعه طبعا طبعا يعني من احسن القرارات لان ما فيش وقت يعني هيلعب بمين يا اما لو هيلعب بالفرق الصغير يعني كان ممكن الاهلي يفكر في كده بس لا هو برضو اللي تحت الناس عندهم بطولات في قطاع الناشئين فمش هيقدر يسيب بطوله رسميه عنده ويطلع البطوله بتاعه الرابطه لكن اكيد النادي الاهلي اي بطوله بيخشها بيبقى حاطط ان هو لازم ينافس عليها ما ينفعش يفكر في حاجه تانية غير كده طيب اتكلمنا عن النادي الاهلي خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نتكلم عن منتخبنا الوطني ورؤيه كابتن شهاب لمنتخبنا الوطني خلال الأيام القادمة وفي هذه البطولة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. شهاب كيف ترى منتخبنا الوطني وفترة التحضيرات الأولى اللي عملها مباراة تنزانيا إن شاء الله يومين ويبدأ تبدأ المنافسات. والله كابتن أنا شايف إن الجيل ده يستحق إن هو يقدر يحقق بطولة أفريقيا. خصوصا ان انت عندك كواليتي لعيبه كويس جدا ومحققين نجاحات خارجيه بشكل كبير مع اللعيبه هنا اللي موجوده طبعا سواء في النادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه اللي موجوده فبتمنى انا واحد من الناس بتمنى ان الجيل ده يقدر ياخد البطوله السنه دي وانا متفائل يعني بصراحه انا متفائل حتى في كام لعيب قريبين مني جدا هم رايحين لا عايزين البطوله يعني انا في لعيب قريب مني جدا انا بسلم عليه قبل ما يسافر بيومين كنت معاه مين مكسوف يعني لا مش مكسوف يعني تريزيجيه مثلا تريزيجيه تريزيجيه ده يعني اخويا ومن الناس اللي افضل الشخصيات تريزيجيه معايا من اللي اتعامل معاه في حياتك من هو صغير معانا في الناشئين بس هو كان اصغر مني كمل وطلع معانا طبعا بسلم عليه قبل ما يسافر بقول له ان شاء الله اشوفك على خير ومش عارف فقال لي ان شاء الله هرجع بالبطوله كده بالظبط والله كده بالظبط فبتمنى له وبتمنى لكل اللعيبه لانها اللعيبه دي تستحق وبتمنى ان الجمهور يساندهم يعني مؤخرا يا كابتن انا
غريب جدا الموضوع صحيح. حزين ماتشات المنتخب. اتكلمت مع تريزيجيه في الموضوع ده؟ مش المعسكر ده يعني قبل كده. لا ماتش تونس تلاقي بعد ماتش تونس. بتكلم ماتش تونس ده يعني غريب جدا. يعني انا بستغرب ان الاستاد بيبقى فاضي كده يعني كلنا. على الاقل على الاقل يعني مش عارف يعني انا مش هو عارف. ايه تفسيره للموضوع لو لان الموضوع بقى زاد عن حد وكابتن في حته ان انت بتخصص الانديه بقت اهم عندك من المنتخب ودي مشكله يعني دي مشكله وما بقاش في ثقه بين اللعيبه والجمهور برضه خلينا لعيبه المنتخب يعني ما بقاش الجمهور ما بقاش عنده ثقه في اللعيبه لا بس لعيبه ده المنتخب مع ده ان المنتخب بالظبط ما انا بقول لك يعني الجيل ده وصل النهائي مرتين وصل كاس عالم مره وكان وان شاء الله يوصل الثانيه يعني اقصد انه هذا الجيل من اللاعبين يعني انا بشوف ان هذا المنتخب من اكثر المنتخبات المصريه خلال الفتره الاخيره من بعد الجيل بتاع 2006 و2010 اكتمالا طبعا يعني لما تتكلم على حراسه المرمى عن الثلاثه اربعه اللي موجودين كلهم ولا حرج كله. يمين شمال فوق تحت يعني هتلاقي ان انت عندك مجموعه مكتمله من اللاعبين جدا جدا يعني على المستوى اللعيبه كلها بكل الخطوط لا وحتى روح اللعيبه مع بعض يا كابتن يعني الواحد بيشوف الجمهور بره بيبقى عامل ازاي لكن اللعيبه تحس ان هي في عالم تاني غير اللي الجمهور بيفضل حقيقي. يعني الجماهير مع بعض تحس ان هم حرب تيجي تشوف اللعيب مثلا ده بيلعب في الاهلي وده بيلعب في الزمالك ما لهمش علاقه بالموضوع اللي بيدور بالظبط يعني حتى الجمهور الماتشات انا بقول لك حضرتك انا بتضايق لما بلاقي الاستاد فاضي طب انتوا يا جماعه يعني معلش مع اللعيبه دي برده مستنياكم ولعيب الكوره من غير جمهور بعدي ادينا شفنا يعني نتاج الدوري من غير جمهور بقى عامل ازاي فما بالك ده منتخب مصر يعني المفروض الناس حتى يعني ماتشات بتاعه المنتخب افتح الاستاد من غير تذاكر ايه المشكله ما احنا بنروح نلعب في افريقيا بتبقى شايف الاستاد عامله ازاي والاجواء بتبقى عامله ازاي انا بالنسبه لي موضوع المنتخب ده وجمهور المنتخب محير جدا جدا وبعدين نوعيه الجمهور دلوقتي اللي بتروح الاستاد غير اللي كانت بتروح قبل كده يا كابتن يعني دلوقتي الجمهور تحس ان اللي بيروح الاستاد ده خروجه مش راح يشجع يعني راح يتفسح وانا واخد مش عارف طب انا راح اتفرج مش راح اشجع طب راح ليه اتفرج في البيت وخلاص فاهم قصدك التلفزيون اريح لكن دلوقتي الجمهور او اريح للناس يعني بالظبط يعني اريح للاعب بيتفرج التصنيف يعني. للجمهور دلوقتي لا مش جمهور كوره لا بس في ناس كتيره برضو بتحاول ان هي وقد يكون ان برضو القصه لما تيجي تبص لها هتبص لها نبدا من القصه من اولها من الانديه طبعا يعني انا كنت بسال كابتن ضيا من كام يوم على هذا الامر برضو تحديدا لانه امر بيشغل بال الجميع امر ليه منتخب مصر بيبقى فيه مباراه وما بتلاقيش فيها ثلاث اربع انفاق امر محير يا كابتن ومش ما حدش لاقي له تبرير يعني انت بتشوف يعني انا بكلمك مثلا كواحد اهلاوي بتشوف الماتش لو اهلي بره مصر الاستاد بيبقى عامل ازاي فاهم فما بالكوا يا جماعه ده منتخب مصر يعني سيب بقى الاهلي وسيب الزمالك وسيب اي نادي على جنب ايه المشكله كلنا نروح شيء واحد فقط بالظبط ايه المشكله يعني ايه المشكله لما نستحمل انت حضرتك بتقول في بدايه البناء نستحمل بعض شهر مش ممكن ايه المشكله يعني هيحصل ايه تخيل ان انت ممكن تكون ممكن يكون الاداء بتاع منتخب لو اتكلمنا عن مباراه تنزانيا من الناحيه الفنيه انا بشوف ان هو اداء تجاري يعني انا ايه انا كلاعب يعني هو الراجل مجمع وعامل الماتش ده بس ايه لزياده الثقه والتالف وان احنا نقرب وفي ناس كانت بعيده يا كابتن يعني في ناس كويس ان هي بتلعب يعني ماتش كويس يعني في ناس تطلع تمسك اللعيبه واحد تقعد تقطع وده لو اديته ارقام اديته صفر يا عم صفر من 10 وبعدين يعني لما بتيجي تشوف راي الجمهور يقول لك لعيبه الاهلي مش عارف عامله هي اللي عامله كذا ده لعيبه الزمالك هي اللي خسرت المنتخب ده لعيبه مش عارف مين لا بالعكس والله ده جمهور الاهلي بوجهه نظر يعني دايما بتلاقي اللي بيعمل كده ده يعني بعيدا عن جمهور الاهلي بصراحه لان جمهور الاهلي والله بجد شوف دلوقتي الدعم الواضح لكل المنتخب هتلاقيه طالع من جماهير هنا انا برضو مش عايز اصنف لا يعني طبعا جماهير مصريه يعني انا بقول لحضرتك يعني الراي العام لما بتيجي مثلا يحصل اخفاق مثلا هتلاقي بقى هيخصصوها ده بتوع مش عارف لعيبه مين هم اوكي لا بس كلهم لكن هي كلهم منتخب واحد اللعيبه كلها هتكسب منتخب مصر اللي هيكسب اللعيبه هتخسر منتخب مصر اللي خسر صحيح مش هيبقى الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي ولا اي نادي هو اللي هيخسر او هتشيلوه يعني حتى محمد حتى محمد صلاح يا كابتن يعني انتوا ما بيعجبكوش حاجه كجمهور محمد صلاح مثلا جه المنتخب ده مش عايز يجي عشان ما يلعبش ما يجيش المنتخب طب انت مش عايز تيجي المنتخب ليه يعني هتلاقي الاراء خد بالك انا دايما الجمهور انا بس العلامه الاستفهام كويشن مارك بالنسبه لي
هي عدم وجود الجمهور في المدرجات. طبعا. ولكن الجمهور من حقه، انا دايما اقول هذه الكلمه، لان هو معلش هو مين اللي خلى شهاب يبقى نجم وفوزنا نجم بتاع؟ هو الجمهور. الكوره مين اللي خلى محمد صلاح يبقى جمهور المصري والجمهور الانجليزي؟ مين اللي خلى، لو بصيت انت دلوقتي وانت قاعد بتبص كده، لو لقيت اي اسم من الاسماء عشان ما بنبقى، لو زيزو، مين اللي خلى الجمهور اللي فضل كبير طبعا بعد ربنا؟ طبعا بعد ربنا. فانا بشوف دايما ان الجمهور من حقه ان هو ينتقد ويقول اللي هو ينتقد، انا اللي هو عايزه. ولكن انا بالنسبه لي علامه الاستفهام الكبيره هي عدم وجود الجماهير في مثل هذه المباريات. انت لما يبقى عندك واحد بقيمه صلاح، طلع صلاح بره القصه، تريزيجيه، قيمه تريزيجيه، قيمه حجازي، قيمه مصطفى، قيمه مرموش، قيمه حمدي فتحي، كل الناس اللي موجوده، قيمه لعيبه الاهلي كلهم، لعيبه الزمالك كلهم، لعيبه بيراميدز كلهم، فعندك تقلات يعني. طبعا يا كابتن، ما انا بقول، فانا حتى لو على سبيل ان انا اروح اتفرج عليهم في الاستاد ما عنديش مشكله، ولكن للاسف الشديد انت لما بتيجي تبص على اي ماتش، ماتش من الماتشات، بتلاقي اربع يعني خمس ست انفار اللي موجودين، وده بالنسبه لي هو ده اللغز بالظبط. لكن بالزبط. الجمهور يقول اللي هو، يقول اللي هو عايزه. فطبعا الجمهور ليه كامل حريه الراي، انا ما عنديش مشكله، بس ما تعلقش كل حاجه يعني. في ناس انت عارف دلوقتي يا كابتن، السوشيال ميديا بقت صحيح بتوصل يعني، بتدخل اللعيبه في كلام وبتصنع مشاكل بدون اي اسباب. يعني تلاقيه مثلا متجه من اول البطوله، هتلاقيه مستلم واحد يا جماعه، احنا لسه ما لعبناش غير اول ماتش، هتلاقيه طول البطوله مستلمينه. نفس الكلام يعني، لو صلاح مثلا غير موفق في الماتش، يقول لك اصل مش عايز يجي يلعب مع المنتخب، ده مش عارف ايه، ده عايز يخرج هتلاقي الناس تقول لك عايز يخرج عشان يروح يرجع ليفربول. طب انتوا دخلتوا جوه دماغ الراجل ازاي؟ فهي دي القصه اللي انا بتكلم فيها. سواء المنتخب باذن الله يكمل ما كملش، اللعيبه دي لازم الناس تبقى فاهمه ان اللعيبه دي عايزه تحقق البطوله، عايزه تعمل حاجه لبلدها، مش رايحين معلش ان هم يقضوا الواجب ويرجعوا، لا بالعكس. انا بقول لحضرتك والله اللعيبه دي كلها تستحق، واحد زي حجازي ده يستحق. حجازي عمره ما بخل على لا لا، الحقيقه حجازي ده من يعني من اكثر الناس. تريزيجيه ما عندوش مشكله يجي يموت نفسه عشان المنتخب، بيستنى الايام اللي يجي فيها المنتخب. صح، كل اللعيبه، اي لعيب بيمثل مصر لازم يبقى حاطط الكلام ده في دماغه. بس لا، هم مجموعه جيده جدا، عشان كده الناس بتبقى يمكن زعلانه، عايزه تشوفهم بيفوزوا بالبطوله. هي دي بس، هم عايزين بطوله يا كابتن، صدقني يعني المنتخب ده لو خد بطوله هيفرق جدا بعد كده في الثقه بين الجمهور والمنتخب. خلي بالك، هي معظم الاسماء كمان اللي انت اتكلمت عنها هي اسماء قد تكون هذه البطوله هي الاخيره ليهم. بالظبط، يعني تريزيجيه لا، اتهيألي ممكن تريزيجيه يعني. لا، حجازي مثلا ممكن يبقى اخر بطوله، صلاح ممكن برضه ما تعرفش، الشناوي الجول، ابو جبل، فالناس كثيره. وبعدين نوعيه اللعيبه الخبره دي لازم تبقى موجوده، مهمه جدا. يعني المنتخب تلات حتى لو تلاحظ المنتخب ده اول ما بدا من كام سنه كان كل الاعمار صغيره، فما تحسش ان في لعيبه خبره. فلما اللعيبه دي مع وجود حجازي وصلاح ولعبوا كتير وشاركوا بشكل كبير على المستوى الاوروبي والمستوى مع المنتخب، تحس ان هم دلوقتي لا، هم لعيبه كبيره، هم اللي يقدروا يسيطروا حتى مع المدرب. طبعا يعني من الناس القاده بتوع المنتخب في الملعب وبره الملعب، فالحاجات دي مهمه جدا مع اللعيبه الصغيره اللي هتكمل بعد كده. لانه بيبقى هم ده دورهم، ان انا يعني سنه الحياه يعني بالزبط. اجيال بتسلب اجيال. بالظبط بالظبط يا كابتن، يعني اللعيبه الصغيره لازم تستفاد من اللعيبه دي، لان زي ما حضرتك قلت في لعيبه هتبقى اخر بطوله ليهم. على ما تلاقي لعيبه زيهم هتتعب كام سنه. طبعا انك تلاقي نوعيه زي حجازي، زي صلاح، زي تريزيجيه، زي النني، زي الشناوي. هو بدا برضو ينظر ان احنا برضو عندنا معدل العمر بقى عالي شويه، خصوصا دفاعيا. فلازم يبص هو للفتره اللي جايه هيعمل ايه. بالظبط يا كابتن، يعني هو حتى في اعمار كتيره صغيره بصراحه، يعني اللي بتتكلم فيه مثلا هم خمسه سته، ودول دورهم مهم جدا، ولازم يبقى في ناس كده. يعني لازم يبقى وليهم دور كبير جدا في الملعب وبره الملعب. اللعيبه، ما انا بقول لحضرتك اللعيبه الصغيره دي لازم تهتم بالتفاصيل الصغيره اللي في الملعب وبره الملعب من اللعيبه الكبيره دي، لان هتفرق معاهم بعد كده، لان هيجي الدور عليهم ويعملوا الدور ده. فلازم كل حاجه يتعلموها ويستفادوا من اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. صح، لانه هؤلاء اللاعبين عندهم يعني، انا بصراحه يعني انا دايما بشوف ان وجود محمد صلاح، مجرد وجوده في الملعب ووقفته في الملعب، وانت راجل يعني كنت تلعب في نص الملعب المدافع فعارف الكلمه دي، لازم لما تبقى واخد عينيك، يبقى مجرد ان هو واقف يبقى واخد عينيك، فواخد عينيك دي يعني واخد من تركيزك. يعني بالظبط، هو وجوده لو حتى لو هو واقف
بيسحب معاه 2 3 كابتن في الملعب وده بيحصل في الماتشات، بيدي حريه كبيره جدا لتريزيجيه ومرموش، تلاقي كل التركيز على صلاح فتلاقي تريزيجيه بيبقى عنده حريه، نفس الكلام مرموش وهو قابل بهذا الدور، خلي بالك يعني هو شايف ان هو محدش بقى هيفهم من الجمهور، الجمهور عايز اللعبه الحلوه والكلام، محدش هيبقى فاهم التفاصيل الصغيره ده. لا والله عندنا جماهير فاهمه كتير. ما انا بقول لحضرتك بس اللعيبه جوه الملعب والمدير الفني بيبقى شايف حاجات، لا طبعا احنا كجمهور بيبقى شايف حاجات تانية. والمدير الفني زي ما انت قلت قبل كده عنده قناعات معينه بلعيبه معينه بالظبط مهما تقول، يعني انت مثلا عندما تتكلم عن اختيارات، فانت مثلا لما تيجي تلاقي مثلا جايب محمد صبحي، فصبحي مثلا بعيدا يعني هات محمد عواد بالزبط. يعني ماشي، ولكن انت هنا فكرت في ايه؟ ولعبه في المباراه الوديه، فبالتالي هي قناعات وهو اللي هيتحاسب عليه، هو اللي هيتحاسب، ما حدش يقدر يتحاسب عليه غير هو. يعني هو لو خد البطوله هتقدر تتكلم معاه؟ مش تقدر تتكلم لا معاه. الله تتكلم معاه في ايه؟ هتيجي تقول مش عارف خد صبحي، خد فتوح عشان موقوفين ومش عارف ايه، خد الثلاثه بتاع بيراميدز، طب في واحد بيقعد يحتاط طب خده ليه؟ مش عارف ما خدش ياسر ابراهيم الاول ليه؟ ما خدش حسين؟ فهتخش في تفاصيل، هو في الاول في الاخر هو صاحب القرار، مش هتقدر تقول له لا، ما هيقول لك طب انا الجمهور بيقول كذا فانا هرجع، لا هو صاحب القرار. وهي زي ما حضرتك قلت قناعات، في لعيب بيبقى في مدرب بيبقى مقتنع بلعيب والجمهور كله زي ما عليه. لكن جوزيه يعني كان في احد اللاعبين ما بيحبوش، فتيجي تباصي فتتقطع منه، ها يقول لك بص صعبه جدا ان انت تعمل، لكن لو هو بقى بيحبه بيقول لك ايه اللي واقف له، واقف له غلط، ما اتحركش ما اتحركش، هو اللي واقف له، فاهم؟ فاهم؟ هي فنيا انت مش هتعرف تمسك منين، مش هتقدر تسيطر على الموضوع كله. هتقول له بتحب، اقول له بحبك ايه ده، هو الثاني اتحرك، ما تتحرك يا عم. صح يا كابتن، حضرتك بتقول صح. عمرك ما هتعرف تمسك على مدرب طالما بيتكلم فنيا بشكل او باخر، عمرك ما هتعرف تمسك عليه حاجه الا ان هو بيحب شاب، بيكره اسلام، بيحب فلان، دي ما احنا بنعرفها من التعامل اليومي بالظبط وطريقه التعامل عايش اليومي. زي ما حضرتك بتقول انت عايش الوقت كله مع المدرب في اللعيبه، رياكشنات المدرب ايه ناحيه اللعيب الفلاني، ناحيه اللعيب الفلاني، فاحنا كلعيبه بنبقى عارفين بس ما بيبقاش ظاهر للجمهور. عشان كده انا بقول لحضرتك الجمهور ليه رايه وكل حاجه ويقول اللي هو عايزه، بس في حاجات جوه الجمهور عمره ما هيفهمها ولا يعرفها. ده دايما لما كنت اقول كده كنت اقول ايه، اقول يا جماعه الجمهور من حقه يعمل كل حاجه ويقول ويعمل كل حاجه، ولكن في النهايه اللي الوحيد اللي شايف مين اللي بيبقى مع اللعيبه كل يوم مين هو ساعتها كان كولر يعني، قلت لهم ان هو كل يوم هو اللي موجود مع اللعيبه، هو اللي بيقعد معاهم 3 4 5 6 ساعات في اليوم. صح، فهو اللي شايف، هو اللي شايف حالتهم في التمرين يا كابتن. ما برضه يعني اللعيبه بتتمرن، انت بتشوف اللعيب كجمهور بتشوف الماتش، انت عارف ايه اللي حصل طول الاسبوع في التمرين؟ لا، فهو لاعب ده ليه؟ ما تعرفش، هو اللي شايف. لا وبعدين هو ممكن يكون عنده استراتيجيه في ان انا مش هلاعب شهاب النهارده عشان هلاعبه الماتش اللي كمان اللي بعد اللي جاي. ما هو خلي بالك مانويل كان كده، انت بتقول ان هو قايل لك ان انت طول الاسبوع بتتمرن كويس، طلعك بره كوكا، محدش كان يقدر يتوقع. لا 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 خالص، وقال يدنج ما لعبش طول البطوله مثلا، يعني انا بقول لحضرتك هتقدر تقول له والناس، طب اول ما اتحط التشكيل ازاي اليو ديانج بره، ازاي اليو ديانج بره، في ثانيه الناس غيرت رايها، ده كوكا ده مكسب البطوله. برافو عليك، هو ده فيه. عشان كده هو ليه حط كوكا؟ مش يعني هو بيحب كوكا طبعا اكيد وبيحب ديانج طبعا بالزبط. لكن هو حط كوكا ليه؟ هو شايف ان كوكا هو اللي هينفذ له اللي هو عايزه من خلال المرحله دي او الماتش ده، الاسبوعين او الثلاثه اللي قبل الماتش اللي هو وصل له في الاخر وقال له انه كوكا اللي بيقول له من خلال الملعب ان انا بتمرن كويس وانا هعمل لك اللي انت عايزه. وعلى الجانب الاخر قد يرى في ديانج ان هو لا مش عارف يعمل اللي انا عايزه، مش راجل المرحله دي او مش راجل الماتش ده، لكن ممكن يحطه بعد كده بالظبط. يعني ممكن نرجع بعد افريقيا تلاقي ديانج في الملعب، فاهم؟ ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. ممكن تلاقي في ظروف كمان بتبقى متغيرات، الكوره بتتغير في ثانيه يا كابتن. يعني كوكا ربنا يشفيه كان نجم الفتره اللي فاتت، في ثانيه بقى اتصاب فهيقعد فتره. كان بيلعب في منتخب مصر بالظبط، هينال شرف ان هو يلعب لمنتخب مصر في بس لسه ربنا يديله العمر طبعا. لا انا اقصد ان المتغيرات في الكوره بتتغير، الكوره متغيراتها بسرعه سريعه لحظيه. ما في، انت ممكن دلوقتي تروح البيت تصحى ثاني يوم تلاقي متغير الحياه عامه، وفي الكوره بيبقى فيه تغيرات كبيره جدا بشكل كبير. يعني علي معلول شايفه دوره مع تونس بقى مش مع النادي الاهلي؟ لا علي لعيب كبير طبعا ومفيش اختلاف عليه، من افضل الاجانب اللي جم في تاريخ النادي صحيح. بس انا شايف المنتخب هيبقى دوره مش زي في النادي، مش هيلعب كتير وده اللي باين من الماتشات الوديه اللي لعبوها، ومؤخرا حتى في الماتشات اللي كان بيستدعى فيها ما كانش بيلعب بشكل كبير.
فأتوقع برضو علي برضو هتلاقيه من البطولات الأخيرة اللي هيلعبها مع المنتخب. لكن هيحتاجه أكيد، هيبقى ليه دور، أكيد هيبقى ليه دور بشكل كبير، لأن علي حل من الحلول، مش باك ليفت اللي هو النمط، لا علي حل من الحلول اللي ممكن تستخدمها في أوقات أنت كمدرب شايف إن هو لا يبقى حل بشكل كبير يعني. بيرستاو بيرستاو مؤخرا طبعا هيبقى ليه دور، أنا شايف إن هو هيبقى ليه دور، وهو مؤخرا مستوى ثابت جدا وفعال وإيجابي عكس أول ما جه الأهلي، فلا هيبقى ليه دور كبير بإذن الله. أليو ديانج؟ أليو برضه في المنتخب ما بيبقاش ليه، بس أنا أتمنى إن هو يلعب يعني، أتمنى إن هو يلعب حتى على رأيك هي متغيرات الكرة في ثانية، ممكن تلاقيه لعب الراجل شافه في ماتش ولا حاجة يعني. بيقال إن مثلا أليو ديانج هيمشي حاليا، إن أليو ديانج مش عارف هيروح قطر، أنت ما تعرفش ممكن يلعب البطولة دي؟ لا مش هيمشي. انا كنادي قال لو انا في نيتي ان كنت امشيه، لا ممكن بعد البطوله دي مثلا لو كنت همشيه بجنيه ممكن بعد البطوله امشيه ب 10 جنيه لو انا في نيتي ان انا امشيه كنادي. فالبطوله دي هتفرق مع لعيبه كتير حقيقي يعني، بطولات افريقيا حتى هتفرق في اللعيبه المحترفه عندنا واللعيبه المصريه. انت السنه اللي فاتت مثلا عندك ابو جبل كان قاعد احتياطي، لعب كم ماتش لما شيناه اتصاب، نجم البطوله صح. فهي المتغيرات في البطولات كمان المجمعه اللي هي فترتها صغيره دي بتفرق جدا مع لعيبه كتير، اللعيب اللي بيتالق فيها بيبقى ملفت بشكل كبير وبيجي له عروض بشكل كويس، وبتفرق معاه لما بيرجع النادي، ممكن يكون في النادي ما بيشاركش او نسبه مشاركته قليله، تلاقيه رجع النادي الوضع اتغير. فالبطولات دي بتفرق كتير جدا. مين مع من اللعيبه اللي حاسس ان هم هيتالقوا مع المنتخب؟ انا تريزيجيه ده يعني ربنا ابننا كلنا يعني تريزيجيه انا نفسنا يبقى افضل واحد في الدنيا نفسي يعني، هو وبقيه اللعيبه كلهم. انا قلت له باذن الله نجم البطوله. حجازي عنده شخصيه كابتن وقوه في دماغه ما شفتهاش في لعيب. انا حجازي اعرفه من منتخب الشباب يعني، اللعيبه دي كلها كانت معايا في منتخب الشباب ومنتخب اولمبي، فانا عارفها يعني. صلاح النني، حجازي، احمد الشناوي، ابو جبل، الناس دي كلها لعبت معاه وعارف دماغها من وهي صغيره. حجازي على المراحل بتاعته التفكير والروح والعقليه بتاعته ما شفتش زيها يعني. حجازي ربنا يحفظه ويبعد عنه الاصابات. لعيب مشكلته في الاصابه الحقيقه كتير يعني، حظه بيوحش في الاصابات، بس اللي بيعجبني فيها كابتن بيرجع ولا كان في حاجه يعني. هو لسه شويه بيني وبينك يعني فنيا فنيا، بس هو حجازي بيلعب بدماغه كابتن. اوكي. حجازي لعيب من اللعيبه الذكيه يعني، ممكن يبقى عارف ان هو مش 100% بس عمره ما يحط في نفسه في الموقف اللي يبين ان هو مش جاهز 100%. اوكي. في لعيبه تانية لا بتلعب بصحتها اكتر من دماغها. حجازي من النوعيه لا بيلعب بدماغه وما بيعرفش يدخل نفسه في حاجه ممكن تبين ان هو مش جاهز. بتمنى ان حمدي فتحي يأدي بشكل كويس. عبد المنعم طبعا مش عايز انسى عبد المنعم. عبد المنعم من اللعيبه اللي تستحق انها تبقى موجوده في احسن دورات في العالم. زيزو طبعا برضو. زيزو لعيب كويس جدا ويستحق برضو ان هو ياخد بشكل كويس. لكن زي ما بقول لك مرموش طبعا، مرموش تألق في الدوري الالماني. يعني اي حد ممكن تلاقي واحد مش في الحسبان، هتلاقيه واحد زي ما حصل في البطولات اللي قبل كده. لو حطيت تشكيل لمنتخب مصر هتحط مين ليه يلعب؟ الشناوي، محمد محمد الشناوي، محمد هاني، حجازي ومنعم ومحمد حمدي. مين؟ محمد حمدي. مش فتوح. الراجل ده يعني طريقته كل ماتشاته محمد حمدي بيبقى ليه النسبه الاكبر، خصوصا كمان ان فتوح ما بيشاركش اخر فتره في الماتشات الزمالك. يعني ممكن يلعب بقى في نص الملعب يعني النني، حمدي او مروان واحد فيهم، وهيلعب تالت زيزو او امام. اوكي. والثلاثه اللي قدام يعني صلاح تريزيجيه ومصطفى. ومصطفى وممكن برضو يدخل مرموش فيهم يعني. حسب ما هو برضو يشوف. شايف الرؤيه اللي قدامه يعني. التشكيله دي قادره من وجهه نظرك ان هي قادره؟ قادره طبعا يا كابتن، قادره. وانا شايف ان هم اللعيبه حتى بعيد عن الكره هم كروح مع بعض يقدروا. كويسين جدا. عموما نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، لانه الحقيقه كلنا بننتظر نشوف منتخبنا الوطني خلال الفتره الجايه. شهاب شرفت ونورت وسعيد جدا بوجودك معايا، واتمنى لك دايما دوام التوفيق خلال الفتره اللي جايه. انت واحد من الناس المحترمه اللي كلنا بنحبك كاهلاويه يعني. حبيبي يا كابتن اسلام، انا اللي كنت مبسوط معاك وبتمنى لك دايما التوفيق واشوفك في احسن حال دايما. ربنا يخليك يا شهاب، شرفت ونورت. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ايمن جلبرتو وصبري سراج في ضيافه البيت الكبير. We'll be right back.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، ايمن جلبرتو. ازيك ايمن؟ كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. صبري سراج، ازيك يا صبري؟ مساء الفل يا كابتن. مساء الجمال، اخباركم ايه؟ ماشي الحال، كله كويس؟ كله كويس. طيب هنبدا فقرتنا بالكلام عن بطوله كاس الامم الافريقيه. طيب هنبدأ بكلامنا، أرقام كثيرة ومهمة عن المنتخبات وعن كثير من المنتخبات، ولكن بشكل عام كيف ترى هذه البطولة، أهم المنتخبات من وجهة نظرك؟ أكيد البطولة كالعادة في رواج كبير ليها للأمانة، البطولة في كوت ديفوار، وبرضو العادة الأخيرة اللي احنا برضو عايزين نفهمها من الكاف، إمتى هنستقر على فكرة إن البطولة ترجع؟ هي كل سنتين، هي في الصيف انا بصراحه ولا في الشتاء؟ الموضوع لخبطه، انا ما بقتش عارف اقول دي بطوله 23 ولا 24 وهي بطوله 23. بس دي تاني مره، بس المره الاولانيه الكاميرون برضو كانت 21، طلعت في الصيف قال لك الطقس هنا هتبقى مشكله، لان المغرب 25 في الصيف، طب بعد كده اللي ما بعد المغرب هنرجع تتلعب 27 في الصيف. في الصيف تعدي، ما هو دي طبيعي تعدي يعني. ما انا قصدي بقى اللي بعدها هتبقى 27 في الصيف ولا 28 في الشتاء؟ هي دي المشكله اللي لازم الكاف يشوف لها حل، طالما هو قرر يستجيب لفكره ان البطوله ما تبقاش في الشتاء وعايزينها تبقى في الصيف عشان خاطر اوروبا ما تتضايقش والحركات اللطيفه دي، فطالما احنا مش قادرين ما نرجعها تاني شتاء للكل، يعني مش ازمه. بعد 4 سنين يكون محمد صلاح بطل في حاجه خلاص. بس لكن للامانه الحاله في كوت ديفوار جميله، يعني الواحد شاف وصول البعثات والكاف. الكاف للامانه كنت انا مقلق، كنت مقلق من هذه البطوله او مقلق من اللي ممكن يحصل، ولكن زي ما انت بتقول حتى الان يعني لا البشاير للامانه حتى الان لطيف. انا بقول الكاف وجهه نظري كل بطوله في تطور بيحصل تنظيميا واعلاميا اكتر، يعني الامانه حتى الكاميرون ناس كتير كانت متخوفه ومشاكل وبتاع، لكن شفنا نسخه حلوه جدا في الكاميرون، وكمان شفنا ملاعب، يعني حضرتك مثلا ملعب القطن الكاميروني حضرتك لعبت عليه نهائي بطوله. صحيح، شفت ده الملعب وكان فيه مطار، وشفت دلوقتي في البطوله اللي فاتت عامل ازاي، والقطن حتى لما النادي الاهلي راح لعب القطن، فالنهارده الملعب مثلا لمصر هتلعب عليه في ابيجان برضه، ممكن حضرتك لو بصيت على صوره ودلوقتي التطور اللي فيه مدرجات، وتفتكر لما انت كنت بتلعب اسك في 2005 و2006 والمعاناه والارضيه والمدرجات، ده اللي كان بيتلعب فيه اسك تقريبا اهو حسن وطاره. التاريخ ده اللي هيتلعب عليه الافتتاح، اللي كان هيتلعب عليه الافتتاح في فيليكس وطارة. ده برضه كان من الملاعب اللي في كوت ديفوار معروفه وتطور كتير جدا، فلا الامانه البطوله واضح ان هي شكل يعني ظاهريا هتبقى بطوله كويسه، نتمنى ان هي يعني الشكل عندها يستمر تنظيميا وشكليا. طب صبري، من الناحيه الفنيه من وجهه نظرك، مش عايزين نحدد يعني، هنتكلم في الفني واحده واحده، ولكن بشكل عام بقى شايفها فنيا ازاي؟ شايفها هتبقى قوية، اظن ان هي هتبقى بطوله قويه، لان في فرق عندها اهداف محدده وطموحات، يعني لو اتكلمنا بسرعه عن المنتخبات الكبيره فكل واحد فيهم عنده تحدي خاص في البطوله دي. أوكي. منتخب مصر 2 فاينل خسرهم، فالجيل ده دي فرصته الثالثه في ان هو ياخد البطوله، فهيبقى عنده التحدي ده. منتخب زي منتخب المغرب ملوش نقدر نقول ملوش تاريخ كبير قوي في البطوله دي، يعني ما حققهاش غير مره، لكن عنده جيل عالمي واخد رابع عالم، فعايز يثبت في البطوله دي ان احنا الاقوى في خرج من البطوله السابقه، وعلى صحيح. فكره من منتخب مصر والسنه دي في دور الثمانيه وارد، وارد جدا ان هم يتقابلوا. صحيح، فعنده تحدي من نوع خاص بالنسبه له. منتخبات ثانيه زي السنغال بطل، فعايز ياكد حظوظه، مع انه يعني اللي بشوفه واحنا بنتكلم ما بشوفش ان هو تطور كبير عن الموسم اللي فات، واقف مكانه. منتخب زي منتخب الجزائر من 2019 واقف مكانه، واعتقد دي فرصه هتبقى فرصه اخيره يمكن لجبال بالماضي، ففي دوافع عنده برضو بغض النظر عن مستوى القايمه حاليا، هما طبعا كلهم نجوم لكن الفرقه نفسها على بعضها ما فيهاش اي تطور بقالها سنين، فهم هياخدوا البطوله دي برضو اظن ان هم هيشوفوا نوع من التحدي. نيجيريا داخله بقايمه مرعبه وقويه جدا، مرعبه، ولكن لما تيجي تبص على التصفيات كاس العالم تلاقي
غريبه جدا. انا بالنسبه لي نيجيريا دي محيره جدا. صحيح صحيح، لاعتبارات كتير يعني، من اللعيبه اصلا ما بتبقاش عايزه تيجي، لكن ممكن في وسط البطوله نيجيريا من المنتخبات الكبيره لحد دلوقتي لما بيتلموا شغاله بتاع بسير انا مراهن عليها نيجيريا. لا بس لما بيتلموا وبيبقوا على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا يعني، الامور بتختلف معاهم كتير. فهم المدير الفني له دور صحيح، فلو مش يعني مش حابينه مش عاملين بتاع، لا هتلاقي الدنيا مختلفه بالظبط يعني. لو الظروف توفرت لهم احنا ممكن نشوف منهم نسخه قويه جدا في البطوله، لان القايمه الحقيقه فيها اسماء كبيره ومرعبه. فكل منتخب من المنتخبات الكبيره، كوت ديفوار منتخب كبير والبطوله على ارضه فعنده دوافعه جاهزه. يمكن انا بشوف من المنتخبات الكبيره بس اللي ممكن يعني بعيده سنه الكاميرون، وده الاعتبارات لان الاعمار صغيره قوي، هم بيبنوا جيل. خلي بالك منتخب جاي ولكن طبعا جاي، لكن الخبرات لسه بعيد شويه. الفرقه كلها يعني معظمها اصغر من 23 سنه، فالفرقه بعد سنتين ثلاثه هتلاقيها افضل من كده بالظبط بالظبط. فيما عدا كده في المنتخبات الكبيره دي كلها هتبقى عندها تحديات زي ما بقول، فاحنا قدام نسخه ربما تكون نسخه من اهم النسخ اللي اتلعبت في تاريخ البطوله يعني. طيب هنخش اكتر فنيا ونتكلم فنيا اكتر، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن اخر الاخبار من كاس الامم الافريقيه ونرجع نكمل. أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف جلسة تصوير خاصة لمنتخبنا الوطني قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل. يستهل منتخبنا الوطني مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تنطلق في كوت ديفوار بمواجهة موزمبيق على أعرق الملاعب الإيفوارية التي تستضيف منافسات الكان. وتم إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لجاهزية ملعب فيليكس هوفويت بواني الذي سيستضيف المباراة يوم الأحد المقبل. أكد أميشيا فرانسوا ألبير رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا جاهزية كوت ديفوار لاحتضان البطولة، وأن النسخة المنتظر انطلاقها ستكون نسخة استثنائية. مع اقتراب انطلاق أكبر حدث في إفريقيا، أطلقت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المرحلة الأخيرة من عملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. وأطلقت الكونفدرالية مبيعات التذاكر عبر الإنترنت لعشاق كرة القدم، مما يسهل الوصول إلى التذاكر، وستكون التذاكر متاحة للمشجعين خارج كوت ديفوار، وتبدأ أسعارها من $8. خاض المنتخب المغربي ثاني حصة تدريبية له بعد وصوله إلى كوت ديفوار استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، وأقيم الميران في مدينة سان بيدرو تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، ويخوض أسود الأطلس المنافسات ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جوارهم منتخبات الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا. وصلت بعثة منتخب الجزائر منذ ساعات إلى كوت ديفوار، وذلك للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، ويقع محارب الصحراء في المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات أنغولا، بوركينا فاسو وموريتانيا. وصلت بعثة منتخب غانا اليوم إلى العاصمة الإيفوارية أبيجان استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023. وخطف منتخب غانا الأنظار بعد ظهور اللاعبين والجهاز الفني للبعثة بأزياء تراثية نالت إعجاب الجماهير التي احتشدت لاستقبال نجوم البلاك ستار. زار الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو بعثة منتخب بلاده قبل مغادرتها إلى كوت ديفوار استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية. والتقى رئيس غانا ببعثة المنتخب في كوماسي في حفل وداع خاص، وطالب الرئيس الغاني منتخب بلاده بتقديم أفضل أداء لإنهاء انتظار البلاد الذي دام 42 عاما للحصول على اللقب الخامس. أكد رومان سايس قائد منتخب المغرب أن المنتخب الوطني ومعه السنغال والجزائر والكاميرون هم المرشحون بقوة للتنافس على لقب كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن جميع المباريات في إفريقيا تحتاج إلى تركيز ذهني كبير لأبعد مدى ممكن. وصل بعثة منتخب نيجيريا إلى كوت ديفوار منذ ساعات استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، وارتدى جميع أفراد البعثة الزي الرسمية للبلاد في أجواء احتفالية من قبل نجوم الفريق. وينافس منتخب نيجيريا في المجموعة الأولى مع كوت ديفوار صاحبة الأرض والجمهور وغينيا الاستوائية.
طيب دي كانت أهم الأخبار الخاصة بكأس الأمم الإفريقية، يوميا هتلاقوها معاكم في البيت الكبير كل هذه الأخبار. رجعنا نتكلم، ولكن خلينا نبدأ بس سؤال مهم جدا لأنه منتشر على السوشيال ميديا، رأيكم في تريننج المنتخب إيه؟ عايزين نعرف سعره لو معرفش. لا معرفش، مش هنقول ماركته مش هنقول سعره يعني، لانه في كلام كتير جدا على وارد على السوشيال ميديا الحقيقة. وارد يكون على الطبيعه كويس يعني، معرفش حضرتك ممكن تكون تواصلت مثلا مع حد هناك عجب. سالت عليه طيب يعني هو عاجب اللعيبه بس خلاص. انا بتكلم على ان هناك يعني ردود افعال، هو الصوره مطلعاها الناس ممكن تتكلم ان هو يعني ايه، تحسه مش تريننج رياضي قوي ده، لبس طبي في البيت بجامة. لا انا بكلمك الكلام اللي مكتوب يعني. لكن لا يعني هو خلي بالك احنا كتير كنا نشوف التيشيرت مثلا بتاع اي فريق او حتى مش حلو القميص بتاعنا، تشوفه في الصور تحس ايه ده اللون مختلف يعني، حتى التيشيرت اللي هو الاهلي لعب بيه كاس العالم للانديه اللي هو الثالث كان فيه اختلاف، هو رمادي ولا ابيض ولا ده زي يعني بيتي ولا لا. بس موضوع التريننج عمل يعني التريننج عمل بومينج، لكن الاضاءه كمان الاضاءات بتفرق والكاميرات بتفرق، فممكن انا شفت مثلا صورتين كل صوره فيهم درجه لون مختلفه خالص، واحده هي صوره واحده فيها درجات لون مختلفه في حاجات بتلمع قوي وفي حاجات لا. فهو الحقيقه يعني من الظلم ان احنا نقيمه يعني الصور الصراحه لازم يعني نشوف كده بيني وبينك طبعا من الظلم ان احنا نقيمه، ولكن طالما يعني اللعيبه ما جاش منهم حاجه سلبيه شكوى سلبيه يعني. لا طالما كويس يعني بالنسبه لهم كويس ومريح ما ده المطلوب، احنا عايزين نريحهم بالظبط عشان التمن طالما هم مرتاحين تمام طالما هم مرتاحين خلاص. طيب رجعنا لكاس الامم الافريقيه، لو عايز تكلمنا شويه عن فيتوريا وارقام فيتوريا. فيتوريا طبعا من ساعه ما تولى قياده المنتخب وهو عامل اداء هجومي كبير جدا، غير هويه المنتخب وشكل المنتخب من مرحله كنا فيها كويسين لكن كان ادائنا فيه تحفظ دفاعي واضح، سواء ايام كيروش اللي هي الفتره الابرز في السنين اللي فاتت او الفتره الابرز اللي قبلها مع هيكتور كوبر اللي هو برده كان اداء المنتخب دفاعي وكان شكل المنتخب كويس، لكن الناس ما كانتش مبسوطه قوي من الاداء سواء في مع كوبر رغم النجاحات الكبيره او مع كارلوس كيروش اللي هو جيب المنتخب من بعيد جدا وقدم وجوه جديده. أوكي. والحقيقه ان كارلوس كيروش قائمه بتاعه المنتخب حاليا هو له يد كبيره فيها، قدم وجوه كتير بقت اساسيه في منتخب مصر دلوقتي في الفتره بتاعته كانت ناجحه، لكن يمكن الناس احنا بنحب الكوره الحلوه اللي فيها اداء هجومي اكتر، روحنا على طول مع تولي فيتوريا شفنا شكل مختلف لمنتخب مصر واداء الحقيقه سواء دفاعيا او هجوميا منضبط، لكن في تفوق هجومي واضح. يعني لو استعرضنا الارقام منتخب مصر مع فيتوريا لعب 14 مباراه، فاز في 12 تعادل في واحد وخسر في واحد، سجل 33 هدف في ال 14 ماتش نسبه كبيره الحقيقه، واستقبل 6 اهداف بس. فاحنا بنتكلم كمان عن اداء دفاعي جيد الحقيقه. نتمنى ان احنا نفضل بالظبط، نتمنى ان احنا نفضل نستمر على هذه الجوده سواء الهجوميه او الدفاعيه في البطوله. يمكن البعض كان بيقول ان احنا في ال 14 ماتش دول ما لعبناش ماتشات مهمه او قويه كتير، لكن الحقيقه ان المحطات اللي عدينا عليها قويه بان فيها ان المنتخب عنده شكل كويس. مباراه الجزائر مثلا 10 انت تلعب ضد 10 او تلعب ب 10 كانت مباراه ممتازه جدا لمنتخب مصر. لعبنا بلجيكا في اول في اول ولايته خالص، وبلجيكا برضو منتخب كبير وعملنا قدامه نتيجه كويسه جدا. فاحنا الاختبارات حتى لو كانت قليله في الماتشات اللي قدام فرق كبيره لا، بس واضح منها ان المنتخب لا عنده شكل وعنده هويه كويسه. نتمنى بقى ان شاء الله في كاس الامم ان احنا نشوف وجه اقوى كمان. وللامانه كابتن اسلام حتى تصريحاته يعني بتميل للمنطق كتير. الحاجه اللي عاتبت فيها عليه بس او اتكلمت عليه فيها هو تبريره لاختياراته، وانا بشوف ان المدرب خصوصا في مثل هذه الدورات انا بختار وبعدين اخر الحلقه او حتى انا ممكن اقول البطوله او حتى انا ممكن لو مش ببرئ مثلا انا اجي اقول ده والله مصاب اصابه طويله فانا مش قادر، بس ما يبقاش لسه ما فيش جدل او لسه ما فيش حاجه اكيد، او انت واخد لعيب مصاب مثلا وبيتعالج وفي لعيب تاني مصاب، ففي الاخر انت اختياراتك انت طبعا حر فيها، انت اللي بتتحاسب على المشاريب زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره. لكن انا بالنسبه لي او بشكل عام تصريحاته منطقيه، كلامه وعوده على البطوله مش طبيعي ان هو يوعدنا بالبطوله. صحيح. تم اقحامه في بعض الامور الاداريه لكن هو خرج قدر يخرج منها، ذكي انه قدر يخرج منها، ومدرب للامانه مدرب كبير، مدرب ناس كتير كانت بتتمنى ان هو يكون موجود في مصر سواء في انديه او حتى مع المنتخب. فنتمنى للسريه خصوصا ان بطوله افريقيا كابتن اسلام
بعد زي ما اتكلمنا هنا كتير بعد اللي حصل من تعديلات في تصفيات كاس العالم والطريقه هي بتاعتها الأهم. هي الاهم خلاص كاس العالم ما نقدرش نقول ان انا يعني اصل لو محدش لو انا مسكت منتخب مصر تاهلتش كاس العالم اللي جاي ده يعني الموضوع يبقى كارثي يعني. لكن كاس الامم خلاص احنا فعلا مصر في التراك ان ما ينفعش نبقى بره السيمي فاينل. فنتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا وفي الحته دي لان مهم ان المنتخب بتاعنا يستقر في حته الاداره الفنيه لفتره طويله ما يبقاش كل سنه في مدرب يعني. محمد صلاح والكلام عن محمد صلاح يا ايمن مهم جدا. انا بالنسبه لي ارى ان محمد صلاح مجرد وجوده في الملعب من الناحيه التكتيكيه والناحيه الفنيه والناحيه الرقميه والناحيه الاقتصاديه والناحيه كل النواحي اللي حضرتك عايز تقولها مجرد وجوده يجري ما يجريش يقف ما يقفش يتحرك ما يتحركش مجرد وجوده في الملعب هو خاطف عين واحد او اثنين او ثلاثه وبالتالي بيقلل تركيز الناس اللي حواليك من المدافعين اللي ضدك فكده كده بيخلي الناس التانية تلعب مستريح اكتر. فيعني انا ما عنديش تعليق على اداء محمد غير ان هو يستحق ان هو يكون في هذه المكانه بهذه العقليه اللي كان بيتكلم عنها اشرف في الاول. طبعا يا كابتن اسلام نتكلم في لعيب من اهم خمس او 10 لعيبه على مستوى العالم في السنين الاخيره. خمسه. يعني هنقول ان ال10 بحيث ان هو بيخش ذا بيست بيخش بالون دور موجود الترتيب السنه دي تقريبا ال11 لو بنتكلم بالون دور يعني رغم ان ليفربول ما حققش البطولات السنه اللي فاتت الكبيره او البتاع لكن ان هو موجود في المراكز الاولى كافضل لعيب في العالم فطبعا وجوده زي ما حضرتك قلت كده مهم جدا. محمد صلاح كتير ناس كانت ساعات تقول هو عمل ايه للمنتخب او بيجي مع المنتخب ما بيلعبش زي ليفربول لا يعني ارقامه نفسها بتتحدث عن اللي قدمه للمنتخب. ممكن يكون غير موفق مع زملائه ان هم يحققوا كاس امم افريقيا في مرتين في 2017 وفي 2021 او اللي هي كانت بتلعب في 22 ولكن بنتكلم ان هو يعني مميز جدا. بص ده ما ينتظر محمد صلاح يا كابتن. ايوه عموما هو لعب ثلاث بطولات دي البطوله الرابعه هتبقى ليه لما هيشارك. لعب في كاس العالم مره هو هداف مصر في كاس العالم مع عبد الرحمن فوزي جاب جونين. بنتكلم هو هداف مصر في تصفيات امم افريقيا 18 هدف. هو هداف مصر في تصفيات كاس العالم 15 هدف. هو ثاني هداف لمصر في التاريخ بعد الكابتن حسام حسن. ويعني نقدر نقول ان صلاح لو كمل سنتين ثلاثه كمان ان شاء الله بعيدا عن اي اصابه هيعدي الكابتن حسام حسن. لو سجل في كاس الامم الافريقيه يبقى اول لاعب في تاريخ مصر يسجل في اربع نسخ بشكل متتالي. فالنهارده دي كلها ارقام كبيره للاعب ما نقدرش نقول ان هو ما قدمش حاجه مع منتخب مصر او ان هو بيجي مع منتخب مصر ما بيظهرش بشكل كويس. حتى ممكن برضه هنستعرض الارقام مفصله بتاعه اهدافه هتلاقيه ان هو مساهم في امور كتيره. لعب مع تقريبا ثلاث اجيال لحد ما هو حاليا هو بقى قائد منتخب مصر. يعني هو النهارده بص كابتن اسلام في كاس العالم لعب مباراتين جاب هدفين في امم افريقيا لعب 17 مباراه جايب 6 وصنع 3 في تصفيات كاس العالم لعب 22 مباراه جايب 15 وصنع 10. ارقام عظيمه. بالظبط كابتن اسلام في تصفيات امم افريقيا من 25 مباراه جايب 18 هدف صانع 9 في الوديات 28 جايب 13 صانع 9 الاجمالي بتاعه تقريبا 94 مباراه جايب 54 هدف صانع 31. طبعا في هدفين او هدف اللي هو في ماتش كان سويسرلاند الناس بتختلف عليه ده ماتش دولي لا مش ماتش دولي. ففي النهايه محمد صلاح ما ينقصه مع منتخب مصر التتويج ببطوله بهذه البطوله هذه البطوله او يعني ان شاء الله رب يعني ربنا يديله الصحه 2025 مش بعيدة يعني لو هو كمل موجودة. لكن بنتكلم ان هو ما يزين كل ارقامه دي هي بطولة زي يعني كريستيانو رونالدو. هو هياخد كاس العالم؟ لا هي البطولة دي في رقم لفت نظري قوي واحنا بنستعرض وايمن بنستعرض الارقام دلوقتي اللي هي في معدل تهديفه او الاهداف اللي سجلها في المباريات. عظيم. احنا بنتكلم في 54 هدف منهم 42 هدف رسمي صح في مباريات رسميه. لا يعني وخلي بالك برضو معدل وجوده في المباريات الوديه ده دليل على حبه لهذا البلد وحبه. خلي بالك ممكن ثلاث ارباع الماتشات الوديه ما يجيش. بالظبط. نجوم كتير نجوم كتير في افريقيا بالذات الحقيقه بتعمل كده. فاهم قصدي يعني لكن وعندنا لكن يلا اقصد انه يعني انه هو الارقام وجوده في المباريات الوديه ده ارقام كبيره. صحيح صحيح ارقام كبيره جدا بس يعني زي ما قلت لك انا لفت نظري قوي ان اغلب الاهداف كانت في مباريات رسميه ده كابتن اسلام مهم جدا طبعا. الحته دي بقول لحضرتك نختمها بايه ان كريستيانو رونالدو هذا اللاعب الاسطوري في لحظه هو حس ان تتويج
نجاحاته كلها ان هو يكسب لقب مع منتخب بلاده، كانت بدايته لها كان اليورو لما كسب اليورو، حتى في المباراه النهائيه لما كان مصاب، وبعد كده لما كسب دوري الامم. ليونيل ميسي بكل يعني اسطورته وارقامه الخرافيه وموهبه الهيه، كان دايما هو حاسس ان في حاجه ناقصاه، ان هو مش قادر يكسب بطوله مع منتخب بلاده. صحيح. والدنيا فتحت معاه بالكوبا امريكا، بعد كده كاس العالم اللي الدنيا كلها كانت قاعده، البرازيليين كانوا قاعدين مستنيين ميسي. كده كان يروح رايح في امريكا بقى. لا هو هيلعب الجايه يعني، هو برضو عنده هدف تاني ان هو بقى نفسه. هو قال لك انا دلوقتي بستمتع بحياه بطل العالم. لا ويخرج كمان يعني كان ممكن جدا يعتزل دوليا بعد كاس العالم، انما هو اصر يلعب كوبا امريكا الجايه، هو عايز ياخدها ليه؟ حقيقة. عشان يخرج كمان من المقارنه بقى بينه وبين مارادونا. لا انا قفلت اللعبه خالص بقى يعني من كل ناحيه يعني. هو قفل اللعبه. فالنهارده هو صلاح بالنسبه لمنتخب مصر في نفس القيمه، بس هو محتاج البطوله، فاضل له امم افريقيا طبعا. فده بشكل عام صلاح. وحضرتك قلت حاجه مهمه اقتصاديا، النهارده محمد صلاح رجله بس بتتحط في اي مكان معاك، بص الدنيا كلها طبعا. منتخب مصر قيمه، اتكلم امم افريقيا 7 مرات قيمه كبيره، لكن اتكلم وجود محمد صلاح مع منتخب مصر، لا قصه كوتيفوار كلها مستنيه تتفرج على محمد صلاح. بما اننا بنتكلم عن النجوم، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن اهم النجوم الموجوده في هذه البطوله، النجوم الافريقيه الموجوده في هذه البطوله. ومن بعد فاصل، ومن بعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. وباننا هنبدا يوم السبت، دي اخر حلقه النهارده بالنسبه لنا، ويوم السبت هتكون بدايه كاس الامم الافريقيه. بنجدد الكلام مع كل الاستوديوهات التحليليه، استوديوهات التهريج اللي انا دايما بقول عليها هذه الكلمه، من فضل حضراتكم، مش كلهم، البعض طبعا هم معروفين اللي احنا بنتكلم عنهم دايما، انه من فضلكم المنتخب يحتاج المسانده خلال الفتره الجايه. نسيب النادي الاهلي شويه على جنب دلوقتي، مش لازم تقعد تقطع في النادي الاهلي كل يوم علشان الناس تتبسط وتقعد يعني بعض الناس اللي انت عارفهم اللي بيحركوك هم يتبسطوا كده. لا، اصبر شويه لغايه بعد كاس الامم الافريقيه، وخلينا دايما نركز على منتخبنا خلال هذه الفتره. دي رساله والله من القلب بعيدا عن اي حاجه. وبعد ارجع تقطع في الاهلي وفي امامه وفي اسلامه وفي محمد وفي علي، في اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله. الموضوع صعب يا كابتن اسلام، معلش. لما يتقال من يعني فيديو يطلع قدام الواحد ويبقى بيتقال فيه ان مروان عطيه لعيب اقل من هو يروح المنتخب، او ان هو هجوميا ما اعرفش بيعرفش يعمل كرات طوليه، لعيب واخد افضل لاعب في مباراه في كاس العالم للانديه وهو لاعب وسط مدافع، في وقت فيه مثلا كهربا راجل عامل مساهم في جون واسيست في جون تاني لكره البنالتي، والكوره بتاعت امام عاشور الجون، في حسين الشحات جايب جون ومساء، يعني في وقت فيه لعيبه هجوميه، وعلي معلول جايب جون، لكن اللجنه الفنيه اللي بتختار افضل لاعب شافت ان لاعب الوسط المدافع افضل لاعب. فالنهارده ده اكيد مش هو واخد بيقطع الكوره ويبصيها للي جنبه، ده اكيد بيعمل مجهود في الملعب، بيتحقق يعني ليه دور. فالنهارده يعني ده بقول لحضرتك ده مثال صغير، ان ما ينفعش واحنا بنتكلم عن لعيبه دوليه ان يجي التقليل منها لهذه الدرجه. ممكن تختلف. هرد عليك بشكل مختلف شويه. لما حد بيجي يسالني عن محمد صلاح اقول له ما اقدرش اقيم محمد صلاح. انا ما اقدرش اقيم محمد صلاح، مع ان لعبت في كاس عالم ولعبت في اوروبا يعني. فممكن لو حد سالني يقول لي ايه رايك في اداء محمد صلاح مع ليفربول مثلا، اقول له يا جماعه يعني ما ينفعش تسالني، لانه محمد في حته احنا عمرنا ما رحنا لها ولا نعرفها، ولكن ممكن بشكل عام كده اقول لك يعني من الناحيه الفنيه. فده نفس الكلام، ده راجل ما شافش، ما عرفش يعني ايه منتخب مصر، ما شافش يعني ايه لاعب وسط رقم 6 بيلعب بهذا الشكل، فتروح تساله او تقتنع بكلام اللي هو بيقوله؟ انت برضو مش مقتنع، بس او يعني تتفرج على الفيديو وهو بيتكلم بهذا الشكل. مليون في الميه، مليون في الميه هو له طريقه لجلب الانتباه او لجذب الانتباه. يعني احنا كلنا مش كده كابتن اسلام، قاعدين زعلانين ان حسين الشحات مثلا مش موجود، كنا شايفين ان راجل عامل ارقام، بس هل ينفع مثلا اقول ان سين او صاد في المنتخب اللي في مركزه بيلعبوا في انديه محليه منافسه ان هم لا يستحقوا اصلا التواجد؟ لا خالص، ما نقدرش نقول كده. بالعكس يعني انا تحديدا لما باجي اتكلم على محمد صبحي بقول ان عشان ما حدش يفهمها غلط، اقول ان محمد صبحي لو ما جاش كان الاقرب ان هو يجي محمد عواد عشان يبقى زمان يعني، انت فاهم؟ لا هنا في قناه الاهلي بيقول هذا الكلام، مش بره تاني. انا قصدي اقول لك انه في الاخر زي ما انا ما بتسال على محمد صلاح بقول له ما بعرفش اقيمه، انا ما يعني ما عمري ما لعبت مع ليفربول يعني عمرنا ما عدينا حتى من هناك، فما نعرفش نقيمه، لان الراجل ده وصل لمناطق بعيده تماما عن اللي احنا عارفينه، فما ينفعش. فده نفس الكلام، واحد عمره ما يعني زي ما حد يجي يقول لك ايه
والله الاهلي ده اصل واخد تالت عالم دي يعني كده يعني حاجه شرفيه وحاجه لطيفه وحاجه مش عارف ايه. ده هترد عليه تقول له ايه؟ صح، ما ينفعش ترد عليه، سيبه يتكلم وسيبه يقول اللي هو عايزه، لانه في النهايه ما عداش من قدام كاس العالم، ما يعرفش يعني ايه كاس العالم. احنا انت بتروح من 2005 تسع مرات لغايه 2024 اهو. والله انا كنت في ثالثه ثانوي دلوقتي وانا متجوز. كنت في ثالثه ثانوي كان شعرك طويل وبتاع، بتتفرج علينا كابتن اسلام اهو. طيب كوت ديفوار رايك فيها ايه؟ لا طبعا منتخب قوي طول عمرنا، كوت ديفوار ده من المنتخبات اللي هي للامانه الواحد بيحبها. الواحد زي ديدي دروجبا مثلا الجيل بتاعنا ارتبط بيه جدا. تشوف نجوم كتيره كانت فيه، وللامانه انا يعني دي ارقام كوت ديفوار في امم افريقيا بشكل عام يا كابتن اسلام. لما تشوف ارقامها وتشوف تاريخها تستغرب ان هذا المنتخب واخد بطولتين بس، يعني غريبه جدا. يعني 99 مباراه كسب 44، تعادل 29، خسر 26، مسجلين 143 هدف، مستقبلين 103 هدف. هم تقريبا تاني منتخب بعد منتخب مصر في الانديه في المنتخبات اللي هي معديه ال 100 هدف في تاريخ البطوله. فانا شايف طبعا لا منتخب كوت ديفوار بان البطوله على ارضه يظل مرشح بقوه ان هو ينافس على اللقب. عنده بنتكلم عنده دي برضو مباريات يا كابتن اسلام في 2013 السنه اللي فاتت في 2023 2023 يا ريت 2013 كنت في ثانوي بقى افتكرت 2023 والماتش اللي لعبوه في السنه دي 10 مباريات كسبانين 6 متعادلين 2 خسرانين 2 مسجلين 24 هدف مستقبلين 10، فريق هجوميا قوي جدا. طبعا من ابرز الناس اللي غايبه عنه بنتكلم اللي هو زها اللعيب اللي الناس كلها طبعا عارفاه. ابرز الناس اللي معاهم بتكلم في كيسي لاعب اهلي جده وطبعا كان بيلعب في ميلان ويلعب في برشلونه. معاهم سبيستيان هالر المهاجم المعروف طبعا رجع لهم مؤخرا. طبعا فوفانا بيلعب في الدوري السعودي وعامل برضو اداء كويس في الدوري السعودي، ونيكولاس بيبي لاعب ارسنال السابق وكريم كوناتي كمان بتاع يعني هم قايمه قوية، فريق قائمة هجومية أو يعني بالظبط زي نيجيريا. يعني الفرقة يعني القائمة بتبقى 27 لعيب بحد أقصى، هم واخدين معاهم 10 مهاجمين يعني أبيض. يعني خط الهجوم 10 لعيبة كتير. طبعا فهي فرقة قوية، حتى ده باين في أرقامها، باين في الأرقام بتاعتهم في 2023 احنا بنتكلم في 10 مباريات مسجلين 24 هدف. وده في منهم ماتش اللي هو في التصفيات أعتقد كأس العالم كان 9-0 حاجة كده اللي هو مع برضه منتخب متواضع. بس هم لا هم منتخب من المفترض ان هو يقدم كتير. يمكن احنا انا جايب تحديدا لكوت ديفوار اللي هي عشان المباراه انجازاته. بالظبط انجازاتهم عموما في امم افريقيا تلاقي ان هم ثالث 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 يعني هم موجودين، ولكن في فترات اللي احنا كنا مستنيين كوت ديفوار تكسب اللقب بعيدا طبعا لما مصر كانت هي اللي بتطلعهم. لا يعني مباراه مصر كوت ديفوار في 2006 الكل كان رايح ان كوت ديفوار اللي هتكسب طبعا لولا التصدي او التصديات الاسطوريه للعصام الحضري. كمان حتى في 2008 اعتقد لما كسبناهم 4 برضو الناس كانت كلها جوان يعني كابتن وقتها كان شد دروجبا شد شعره. واحنا الحقيقه احنا اللي كنا بنستقبل اللعب وبنلعب على التحولات، هما كان مجاراتهم في الكوره وانك تمسك قدامهم كوره ده كان شيء صعب جدا. كانت فرقه عظيمه. بعد كده لما لعبوا النهائي قدام اعتقد زامبيا وخسروه، يعني هما يعني انا ما اعرفش غريبه يعني هما عندهم حاله كده ان تلاقيهم على طول يعني بص ثلاث مرات ثالث، يعني هم واخدين ثالث 1 2 3 4 واخدين 4 مرات مركز ثالث ومرتين وصيف ومرتين بطل غير في النص في مرتين كده مركز رابع. فهم منتخب متواجد بقوه في افريقيا يعني كمنتخب كبير، واعتقد ان هو هيحاول يستفيد من عامل الارض والجمهور. فكره ان منتخب مصر هو اخر منتخب كسب بطوله دوله هي يعني نظمت البطوله كسبها كانت 2006، احنا طبعا ما وفقناش في 2019 لكن من بعد 2006 مفيش دوله نظمت البطوله الدوله بتاعتها كسبت، فهم هيحاولوا يكسروا دي. فخلينا نشوف. وكمان مجموعتهم طبعا عندهم مباراتين ممكن في المتناول، لكن هي المباراه الابرز هتبقى قدام نيجيريا. غينيا بيساو من المنتخبات اللي ملهاش تاريخ كبير قوي في البطوله. اعتقد دي رابع مشاركه ليهم، كل تاريخهم في البطوله 9 مباريات ما حققوش اي فوز في كاس الامم. فاقصى انجاز ممكن يعملوه انا شايف ان اقصى انجاز ممكن يحققوه ان هم ياخدوا بس يفوزوا بمباراه، يعني هم لو عملوا كده هيبقوا عملوا تاريخ
لنفسهم ما تحققش قبل كده. صحيح. خسروا تسع ماتشات. دي مباراة الافتتاح كوت ديفوار وغينيا بيساوي. خسروا ست ماتشات وتعادلوا ثلاثة وسجلوا هدفين بس، تاريخهم كله في البطولة سجلوا فيه هدفين واستقبلوا 12 هدف. فاحنا طبعا في فروق كبيرة واضحة جدا بين الفريقين، لكن من ناحية تانية هما من المنتخبات اللي مدعومة بجماهير كبيرة في البطولة. يعني لما نيجي نستعرض، انا كنت هسألك عن مين الأكثر المنتخبات اللي عندها دي ارقامهم في سنه 2023 برضو واحنا بنتكلم، ولكن مين من المنتخبات هو في ماتش من الماتشات اللي كسبوه اعتقد نيجيريا كابتن كان كانت برضو حاجه مفاجاه من ماتشاتهم انهم معاهم نيجيريا دي ما تعرف لهاش بصراحه برضو اسماء كبيره جدا ولكن في النهايه. طيب مين من المنتخبات اللي موجوده هيكون هو الاكثر جماهيريه؟ طبعا يعني مع كوت ديفوار طبعا، فاحنا مش هنتكلم في كده. اللي بعديها على طول غينيا بيساو، يعني غينيا بيساو جمهورها لحد دلوقتي مشتري ما يقرب من 30,000 تذكره. فيعني خلي بالك الاحصائيه دي يعني اللي صبري بيقولها، هو الكاف كان طلع بيان مع موضوع التذاكر، المباريات الاكثر مبيعا للتذاكر. المباريات والفرق اللي يعني دي المنتخبات، يعني صبري هيكملها ودي بس لحد واحد، يعني ممكن الارقام دي تكون زادت كمان في ال 10 ايام دول. بس عشان كده انا قلت ما يقرب من 30,000 تذكره، يعني دي كانت كوت ديفوار 35,000 تذكره ده في مباراه واحده ولا في كل المباريات؟ لا هم يعني هم ما قالوش ان هي، اعتقد في كل المباريات، في كل المباريات يعني لسه لحد دلوقتي طبيعي قبل المباريات هيكون في بيع اكبر لل. لا قصدي حضرتك كمان كابتن اسلام، احنا النهارده يمكن احنا النهارده 10 او 11. دي الاحصائيه دي الكاف طلعها يوم 1 يناير. فانت بتتكلم في 10 ايام اكيد الدنيا ممكن تكون 35 بقوا 70 بالظبط. بطبيعه الحال الدول الجوار هي اللي موجوده بشكل اكبر، جماهيرها موجوده، غينيا بيساو وبعديها غينيا الاستوائيه والالجيريا. يعني خلي بالك اصله كده، يبقى انت بتتكلم مش على المباراه واحده ولكن على كثير من مصر وغانا. صحيح. لا يعني الاحصائيه دي كمان في حاجه لطيفه، ان قبل ما نخش على المباريات ان الاربع منتخبات اللي في الاول هم تقريبا دول منتخبات المجموعه الاولى، لان هم الاقرب. يعني الاقرب بعديهم بتيجي السنغال. دي المباريات. وبص يا كابتن اسلام، دي الترتيب طبعا، دي مباراه الافتتاح فدي اكيد فل خلاص خلصت. كوت ديفوار ونيجيريا تاني مباراه تذاكرها يعني مقبوله. هي وغينيا بيساو هم المفروض الاثنين في المركز الثاني كاكتر، يعني الكاف كان حاططهم كده. السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا الاثنين مع بعض برضو من المباريات اللي خلصانه. غينيا الاستوائيه اعتقد غينيا الاستوائيه كوت ديفوار. موزمبيق وغانا من المباريات اللي برضو فيها تذاكر كتير اتباعت. ومصر وغانا طبعا لان هي من ابرز مباريات برضو البطوله كلاسيكيه. طبعا ففيها تذاكر بتاعتها اتباعت. دي برضو احصائيات الكاف من الحاجات الجميله اللي هو بيعرفك ان البطوله جماهيريا شغاله، والناس الدول الجوار بتحاول ان هي تروح. طبعا الناس البعيده اكيد هيبقى في مع النهائيات، يعني طبعا مصر في وقت الكاميرون لما منتخب مصر ده يوصل للنهائيات، الشركه المتحده والشركات الراعيه كانت بتطلع تقريبا قبل كل مباراه في طياره بتطلع فيها جماهير. فالامور يعني جماهيريا هتبقى جميله، واعتقد البلاد الافريقيه برضه الناس بتروح بتستمتع، بيبقى فيها اجواء مناظر طبيعيه وكده. فاعتقد ان البطوله جماهيريا هتنجح. يعني صبري ال 100 هدف في كاس امم افريقيا اعتقد عدد كبير من المنتخبات. صحيح. مصر بتتربع طبعا على عرش المنتخبات طبعاً المسجله في البطوله 168 هدف، فرق كبير حتى عن اللي بعدها منتخب كوت ديفوار. احنا كنا لسه بنستعرض ارقامه وبنستغرب ان هو حقق بطولتين بس، 143 هدف في تاريخهم في البطوله. ليه الناس كانت شايفه ان غانا هي الاقرب، ولا يمكن عشان غانا هي الاقرب حاجه اخذ 4 بطولات؟ بالظبط. الناس بتقيس بعدد البطولات. الكاميرون 137 ونيجيريا 137، ممكن يفضوا الاشتباك في النسخه دي يعني. وغانا 133 هدف، لكن كمان في منتخبات منتظر ان هي تدخل القايمه دي في البطوله. تونس 99. تونس 99 هدف، والجزائر 94، ودول هم اقرب فرقتين ممكن. الجزائر يعني لو سجلت 6 اهداف في دور المجموعات او لو كملت في البطوله بعد كده هتبقى فرصتها كبيره. تونس هدف، يعني هي اقرب بكتير يعني جدا ان هي تدخل يعني اقرب بكتير جدا ان هي تدخل هذه القائمه. لكن برضو القائمه دي بتوضح لك قد ايه منتخب مصر قيمته كبيره قوي في البطوله دي. معدل تسجيل اهداف احنا كبير جدا، يعني الفرق الجاب كبيره قوي ما بين المركز الاول اللي هو منتخب مصر وما بين كوت ديفوار في المركز الثاني. البطوله دي احنا عندنا فيها ارث عظيم جدا حقيقي. اتمنى ان احنا نحافظ عليه في البطوله دي. يعني اخيرا تشكيلات لمنتخب مصر يوم الاحد. احنا هنطلع بعد عندنا والله الامانه قائمه المنتخب يعني فيها نجوم كتير. يعني ممكن بس نوضح حاجه قبل التشكيل.
لان دي كانت معلومه كلنا كنا متلخبطين فيها، وتاكدت القايمه 27 لاعب. كنا فاكرين كلنا ان 27 لاعب في اربعه هيتشالوا خالص، لا لا يبقى 23. اه ده كان زمان. لا يعني هو لحد قبل البطوله كان لا لا لغايه السنه اللي في لغايه قبل البطوله. صح صح. فبعد كده الكاف نزل التوضيح ان ال 27 موجودين كل مباراه بتختار 23. صح. انا وجهه نظري اعتقد ان الشناوي ان شاء الله سليم 100% هو الاساسي، محمد الشناوي. محمد الشناوي اصل الاثنين محمد، الاثنين الشناوي والاثنين مصابين. فلا اعتقد محمد الشناوي. الناحيه الشمال الباك الشمال اعتقد انا من وجهه نظري محمد حمدي ممكن يبقى الاقرب، محمد عبد المنعم واحمد حجازي قلبين دفاع، محمد هاني الاقرب للباك اليمين، خصوصا كمان ان واضح ان لسه عمر كمال مش جاهز قوي، هما الاثنين قريبين من بعض عند فيتوريا، ولكن بالنسبه لي اعتقد محمد هاني هو الاقرب. الثلاثه اللي في النص محمد النني، مروان عطيه، وامام عاشور، ده من وجهه نظري الاقرب ان دول يبتدوا. ممكن حمدي فتحي مكان امام عاشور، ولكن اعتقد فيتوريا محمد النني ومروان عطيه هم اللي عنده اساسيين. طبعا محمد صلاح وتريزيجيه دول مفيش خلاف عليهم، ومصطفى محمد في الهجوم برضو يعني الشكل العام بيقول ان مفيش خلاف عليه. هي دايما اللعبه كلها هتبقى فين بالنسبه لفيتوريا؟ الثلاثه اللي في النص والباك اليمين والباك الشمال. صبري يعني طبعا في ثوابت في الفرقه، ما فيهاش خلاف. الشناوي او محمد الشناوي هو الحارس الاساسي لمنتخب مصر، احمد حجازي وعبد المنعم هم الاقرب طبعا ان هم يكونوا موجودين. بشوف ان محمد هاني فرصته اكبر ان هو برده يكون موجود في الجانب الايمن، مش بس عشان اصابه عمر كمال، لكن عمر من اول موسم الحقيقه بيتنقل في اكتر من مركز. هاني مقدم اداء ثابت وكويس جدا السنه دي في مركزه، فانا بشوف ان هو هيكون اقرب في الحته دي. الناحيه الثانيه انا بشوف ان فيتوريا بيميل لفتوح بدليل ان هو ضمه رغم ان هو ما بيلعبش اداله الماتش الودي. هو نفسه قال كده، انا بشوف ان هو لعيب كويس جدا. صحيح. وهو لعيب طبعا كويس جدا. طبعا. فيتوريا كمان عشان مدرب بيميل قوي للهجوم، فبيحب اللعيبه اللي هي دايما بتروح لقدام وعندها حلول. بالظبط. فبشوف ان فتوح. الثلاثه اللي قدام برضو هم ثابتين تقريبا عند فيتوريا، صلاح وتريزيجيه او مرموش، ومعاهم مصطفى محمد. انا بشوف ان مرموش الحقيقه لو تم الاعتماد عليه كمهاجم بيكون انتاجه افضل بكتير، وبنشوف ده في الدوري الالماني. مصطفى ماشي كويس جدا. طبعا وجهه نظري بيتميز عن مرموش بالكرات العرضيه. لا طبعا لا اقصد ان مرموش هتلاعب مصطفى لاعب زيزو، وجهه نظري. بالظبط. انا الثلاثه اللي في النص هم اللي دايما هيكون فيهم الخلاف. فيهم مش خلاف قوي، على قد ما طبيعه المباراه هتفرق. يعني بشوف ان احنا واحنا بنلعب امبارح في كريم مثابت، لكريم مثابت قلت له ما انا احط 1-6-6-6 يعني اللي هو ما بيعملش حاجه غير ان هو يقطع ويدي للي جنبه، ومرموش وزيزو. يا لهوي، ده انت مرموش 8. مرموش وزيزو 8. وصلاح وتريزيجيه ومصطفى. يعني انا بحاول اقرا دماغ الراجل شويه، فانا بص يا حلوه طبعا. ولاعب مروان وجهه نظري او حمدي فتحي، واحد من الاثنين يقف ملوش دعوه بحاجه. وهاني ومحمد حمدي عشان برضو ما يطلعوش كتير، يطلع بس يطلع على ايه؟ على خفيف، على الهادي، وهو اللي ورا صلاح وتريزيجيه الناحيه الثانيه. حمدي هاني وحمدي بيخشوا 3 4 5 خطوات لجوه في الحاله الهجوميه، وقدامهم حمدي او مروان عطيه او حمدي فتحي. انا بشوف ان التركيبه هتبقى على حسب المنافس. يعني قدام مظبوط مثلا، ده يعني صعب جدا ان هو يعمل كده. صعب. وصلوا له يا جماعه، حد يوصل له الكلام ده؟ والله يعني برضه فكره هجوميه. بص فكره هجوميه بحته. لا 5 5 مش عند غانا بقى، يعني نلعبها موزمبيق يعني. نشوف بس موزمبيق تمشي ازاي وبعد كده. ما انا عشان كده بقول ان التركيبه دايما في خط النص اللي هيكون فيها كلام. يعني قدام موزمبيق فريق انت المفروض ان انت هتكون ليك الابر هاند في المباراه، وانت اللي بتهاجم بشكل دايم، فممكن يعتمد على 6-1، ويكون السته ده ممكن يكون محمد النني او مروان، يعني واحد فيهم، واثنين تمانيات بيزيدوا قوي، زيزو وامام مثلا. انما هيجي في ماتش زي ماتش غانا هيستغنى عن واحد من التمانيتين دول، زيزو هيبقى صعب جدا. طيب دول ماتشات المباريات كاس الامم الافريقيه اللي هتلعب يوم السبت. سبت مفيش غير مباراه واحده. يعني ايمن قول لنا. كوت ديفوار وغينيا بيساو طبعا يوم السبت، بعد كده الساعه 10 بالليل. 10 بالليل في نيجيريا وغينيا بيساو، دي مباراه برده في المجموعه الاولى، تبقى يوم الاحد الساعه 4. غينيا الاستوائيه عفوا.
مصر وموزمبيق ان شاء الله يوم برضو لحد الساعه 7، والختام غانا والرأس الاخضر او كاب فيرد لحد الساعه 10 بالليل، وبعد كده نبتدي نمشي. اعتقد البطوله تبقى كل يوم ماتشين او حاجه، ثلاث ماتشات، لا كل يوم ثلاث ماتشات، 4 7 10. طيب لو هنمشي كده يعني اعتقد توقيتات لطيفه، هنتفرج على كوره حلوه حقيقي. الناس بتستنى البطوله دي. ممكن احنا ان شاء الله نعكنن على يورجن كلوب بما انه هو مستني ان صلاح يخرج، وعنده حد كمان اللي هو بيلعب في امم اسيا، فهو عيني لما اتسال في الاثنين قال والله لو هتسالوني انا بصراحه اقول لهم الاثنين يرجعوا اسرع. وعنده كمان ترينت الكسندر ارنولد اتصاب وهيغيب على الاقل 3 اسابيع، فهو يعني الفرقه بتنهار. مين اللي هيكسب في كوت ديفوار وغينيا؟ كوت ديفوار هي الاقرب للفوز في هذه البطوله. عموما احنا يا رب اللي يكسب يكسب وكل حاجه، ولكن ان شاء الله نرى مباراه جيده يوم الاحد. ان شاء الله هنطلع بعد المباراه، ان شاء الله يكون منتخب مصر فائز في هذه المباراه، ونطلع نهنيه على ادائه وعلى الفوز، وان شاء الله بعد كده بقى نبتدي نحضر نفسنا لمباراه غانا اللي بعد اول مباريات كاس الامم الافريقيه بالنسبه لمنتخبنا الوطني امام موزمبيق. ايمن انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. صبري انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا يا كابتن، ودايما الحوار معاك ممتع يعني. حبيبي ربنا يخليك. انا بشكرك تحيات كابتن جوزيل ليك يا كابتن. وحشني جدا، ومعرفش ازاي جه يعني ده جه فجاه، انا استغربت والله. من الحاجات اللي انا يعني اتضايقت منها جدا لما عرفت، ان انا حتى ما عرفتش اكلمه يعني، انا عرفته هو مسافر راجع. انا بقى مستغرب انك طلعته الحلقه دي وهو كان عارف وما قالش. انا عرفت والله لما والله بص يعني الناس يعني بتحب تسمع ايمن فسبتهم عشان كده يعني انا يهمني الجمهور الحقيقه دلوقتي، لكن جوزيه على الاقل هكلمه في التليفون صح يعني هعرف اوصل له يعني. ده انا كلمته على فكره النهارده الصبح عشان اعرف انه، بس عرفت انه سافر بالليل. فطبعا بقى قبل ما يعني ان هو برده ربنا يديله الصحه 77 سنه السفريه كانت طويله، فقبل ما سبت يعني صحيح. قلت اسيبه يوم ولا حاجه، ولكن هكلمه بكره اقول له يعني ازاي تيجي من غير ما هو قال لي يعني. هو قال لي ان هو السفريه طويله يعني فيها شغل كتير، هو ما كلمش الاصدقاء اللي هو معتاد يكلمهم، وحتى حقيقي. كلم واحد او اثنين يعني. انا شفت صوره عند صديق لي، ولما بعت له وهو كلمني قال لي ده انا بقى لي هنا 4 ايام ومسافر بكره. فقلت له طب هلحق اشوفك؟ قال لي عدي عليا انا قبل الشغل، انا موجود في الفندق، انا عندي شغل الساعه 7، عدي على الساعه 5. صدق كان عندك حق ان انا المفروض النهارده كنت تطلع لوحدك انا وانت لوحدنا. انا قلت لك والله بعد اللي هو بيقوله ده. عموما اسطوره من اساطير النادي الاهلي الحقيقه مانويل جوزيه، نتمنى له ان شاء الله لو جه مره ثانيه يكون لنا حظوظ في ان احنا نشوفه ونستمتع بتواجده يعني، لانه واحد من الناس المحبوبه جدا لكل جمهور النادي الاهلي. بشكركم مره ثانيه شكرا جزيلا. يا رب كل التوفيق للنادي او لمنتخبنا الوطني ان شاء الله يوم الاحد القادم في اولى مبارياته امام موزمبيق، وان شاء الله نكون مع حضراتكم بعد نهايه مباراه منتخب مصر ومنتخب موزمبيق، ويستطيع منتخبنا الوطني ان يفوز في هذه المباراه ويحصل على اول 3 نقاط ان شاء الله. اداء جيد نبقى كلنا مبسوطين به. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.